بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله نتكلم عن محاضرة الأكيوت كيدني انجري. المحاضرة مهمة وان شاء الله نفهمها كويس مع بعض. في بس حاجة عايزة اقولها، انا مش ماشية بنفس ترتيب الكتاب، يعني ان شاء الله لما نخلص هنكون عدينا على كل حاجة في الكتاب وان شاء الله نفهمها كويس، لكن في حاجات غيرت ترتيبها شوية، حسيت السيكونس بتاعها كده افضل انها تمشي ورا بعضها ومترتبة على بعض، فغيرت شوية بس في الترتيب، لكن كل حاجة بإذن الله هنقولها. نسمي الله كده ونبدأ ان شاء الله. لو رجعنا بسرعة كده على الاناتومي بتاع الكيدني، احنا عندنا التو كيدنز لو اخدنا فيهم كات سيكشن، من بره كده عندنا حاجه اسمها رينال كورتكس، وبعدين من جوه عندنا حاجه اسمها رينال مدلة. المدلة دي اللي هي عباره عن البيراميدز، البيراميدز دي بعد كده بتكمل لي حاجه اسمها الكاليسز اللي هي الاصفر دي، اللي بتتجمع مع بعض تعمل لي رينال بلفس اللي هيعمل لي اليوريتر اللي هيصب بعد كده في البلادر، وبعدين يوريثرا، وبعدين اليورين يطلع بره خالص. البلاد سبلاي بتاع الكيدني جاي من رينال ارتري اللي هو طالع من الاورطه، بيدخل جوه الكيدني يتفرع لفروع كتير، حاجات اسمها لوبر ارتري وبعدين انتر لوبر واركويت وانتر لوبيلر، مش مهم التفاصيل دي كلها، المهم هيوصل للاخر لفرع صغير جدا اسمه افرنت ارتري. الافرنت اللي هو ده، الافرنت ده بيجي هنا جوه الكبسوله دي اسمها باومانز كبسول، يجي جوه الكبسول يتفرع كده يديني تافت اوف كابيلاريز اللي احنا شايفينها دي، بنسميها جلوميرولس. الجلوميرولس دي هيطلع منها افرنت ارتري، يبقى ده افرنت، دي جلوميرولس، ده افرنت ارتري. الافرنت بيطلع بيلف كده حوالين التبيولز دي، تمام؟ يبقى ده كده بالنسبه للبلاد سبلاي بتاع الكيدني. ايه بقى الاستراكشر ده على بعضه كده؟ ده اسمه كده النفرون اللي هو الفانكشنال يونت بتاعه الكيدني. بيتكون عندنا من ايه؟ اول حاجه اللي هي الكبسول دي، بعدين بيكمل عندنا شويه تيبيولز دي اسمها بروكسيمال كونفوليوتد تيبيولز، بعدين اللوب اوف هنلي، بعدين ديستال كونفوليوتد تيبيولز. ايه بقى الفانكشن بتاعه الكيدني؟ لها حاجات كتيره جدا، زي انها لها هرمونال فانكشن، بتطلع لي اريثروبويتين وبتعمل لي اكتيفيشن لفيتامين دي 3، مهم علشان الووتر بالانس في جسمنا ما يحصلش اوفرلود، مهم برده علشان الاسيد بيز بالانس والالكترولايت بالانس، ومهمه جدا جدا بقى الوظيفه بتاعتنا اللي هي الفلتريشن. ايه الفلتريشن دي؟ بتجيب الدم اللي هو جاي من الجسم بيعدلها من خلال الرينال ارتري، يدخل فيها يتفلتر، نفلتره نطلع منه مواد ونسيب مواد في الدم، بعدين المواد دي تعدي من هنا من الجلوميرولس دي تدخل في التبيولز، تيجي هنا في التبيولز ليها وظيفه تانية انها مع شويه الدم اللي في الافرنت دول بتعمل ابزوربشن لحاجات تانية كنا فلترناها ومحتاجينها لسه، والعكس في حاجات في الدم عدت فاحنا محتاجين نعملها اكسكريشن، فده كله بيتم من خلال التبيولز. اهم المواد اللي بتكلم عنها محتاجين نفلترها دي هي اليوريا والكريات، دول عباره عن ويست اند برودكت محتاجين نخرجهم من جسمنا علشان هما توكسيك ميتابولايتس، تمام؟ بيطلع من هنا ينزلوا لي في الجلوميرولس، بعدين يعدوا في التبيولز، بعدين جزء من اليوريا بيحصل له ليه ابزوربشن تاني في البلد، والحته دي افتكرها عشان نحتاجها تاني، والعكس في شويه كريات بيكونوا عدوا بنحتاج نعملهم اكسكريشن من شويه الدم اللي عدوا في الافرنت نرجعهم تاني في التبيولز علشان يخرجوا لي تحت خالص في صوره اليورينري اوت بوت. يعني باختصار احنا دلوقتي محتاجين نطلع يورين ونطلع فيه شويه ويست برودكت اللي هم اهمهم اليوريا والكريات. فلما النهارده نتكلم عن حاجه اسمها اكيوت كيدني انجري، الكيدني انجرت يعني مش عارفه تقوم بالوظيفه بتاعتها، يعني مش هتخرج يورين، فهيبقى عندي حاجه اسمها ديكريزد يورينري اوت بوت اللي هي اسمها اوليجوريا. تاني حاجه الويست برودكت المفروض تطلع مش هتطلع، فهتراكم عندي في الدم، فالليفل بتاعها هيزيد في الدم، فاليوريا والكرياتين هيزيدوا عندنا فين؟ هيزيدوا عندنا في البلد. وده كده باختصار الديفينيشن بتاع الاكيوت كيدني انجري. بمعنى الاكيوت كيدني انجري مش هنقول شخص جاي لي يشتكي لي بحكاز بحاجه كذا وكذا وكذا وكذا، لا خالص، الاكيوت كيدني انجري بنعرفها بحاجات لاب ريزلت. لحد دلوقتي احنا ما اتكلمناش في اي حاجه، احنا بس قلنا الفانكشن بتاع الكيدني مش هتتم، فبالتالي مفيش يورين هيطلع، والحاجات اللي المفروض تطلع هتراكم في الدم، فالليفل بتاعها هيزيد. وده هو الديفينيشن بتاع الاكيوت كيدني انجري، ان يحصل الفيشن في السيرم كرياتينين ب 3.10 ملغ دي سي اكتر في خلال 48 ساعه، ده ديفينيشن. الديفينيشن الثاني ان الليفل بتاع السيرم كرياتينين يزيد تقريبا 1.5 مره البيز لاين بتاعه في خلال 7 ايام. واخر ديفينيشن ان اليورين اوت بوت يبقى اقل من 0.5 ملي بالكي جي بير اور لمده 6 ساعات. مهم الديفينيشن دي، مهم شويه نحفظ الارقام دي. ناكد تاني الاي كي اي لاب ريزلت بس كده جاي بيها البيشنت، البيشنت ممكن يكون جاي اسيمتوماتيك تماما، ممكن يكون جاي بسيمتومز بس ليها نون سبيسيفيك، يعني مش بتقول لي عنده التزيز الفلاني انا مش عارفه لسه هو عنده ايه، فالاي كي اي مين بتتشخص باللاب ايه بلاب ريزلت. بالنسبه للابيديمولوجي، هل الاي كي اي دي حاجه كومن؟ قال في الجنرال بوبيليشن الناس اللي ماشيه في الشارع دي حاجه مش كومن، على عكس الناس المحجوزه في المستشفى دي كومن جدا، يعني بتيجي تقريبا في واحد من كل 5 ادلت محجوزين في مستشفى وواحد من كل 3 تشيلدرن برده محجوزين في المستشفى. طيب ايه بقى الاي كي اي دي، اسبابها ايه وبتحصل ازاي والحاجات دي كلها، نركز بقى في الجزء اللي جاي ده، وده تقريبا اهم جزء في المحاضره، ان لم يكن يعني اهم حاجه على الاطلاق، يعني مهم جدا 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 وتقيل شويه، بس ان شاء الله نحاول نفسره مع بعض.
ببساطه كده احنا قلنا من وظائف الكلى المهمه انها بتعمل لي فلتريشن للبلد. طيب الفلتريشن ده بقى بيحصل ازاي؟ محتاجين 3 حاجات مهمين جدا علشان نفلتر البلد ده. اولا محتاجين كميه دم كويسه تيجي علشان تتفلتر، يبقى ده اول مطلب عندنا، كميه دم كويسه تيجي من خلال افرنت ارتري تدخل من هنا، كميه دم كويسه وبضغط كويس، ده اول حاجه. تاني حاجه محتاجين الجلوميرولس والكيدني تيوبولر سيلز والخلايا بتاعه الكيدني الاستراكشر بتاعها يبقى سليم وتبقى شغاله كويس علشان تقدر تفلتر. تالت حاجه محتاجين سكه سالكه بعد كده الحاجات اللي نفلترها نعرف نطلعها وتنزل عندنا في البلدر وتطلع على بره خالص. يبقى احنا محتاجين 3 حاجات، اول حاجه محتاجين كميه دم كويسه، فلو كويس يوصل للكيدني وبضغط كويس بحيث الضغط اللي جاي في الافرنت يبقى اعلى من الضغط اللي هنا في الكبسول، علشان الحاجات بتتنقل من ضغط اعلى لضغط اقل، فدايما محتاجه يكون في عندي ضغط اعلى في الجلوميرولس اعلى من الكبسول عشان الحاجات تتنقل من الجلوميرولس على الكبسول بعدين بقى على التبيول وتكمل السكه بتاعتها. يبقى ده اول حاجه محتاجينها. تاني حاجه زي ما قلنا الكيدني تكون شغاله كويس عشان تقدر تفلتر. تالت حاجه السكه تكون مفتوحه. فلو بوظنا بقى اي واحده من الثلاثه دول هم اسباب الاي كي اي. اول حاجه خالص حاجه اسمها بري رينال، يعني الكيدني سليمه وزي الفل، لكن المشكله كلها قبل الكيدني. اللي بيحصل عندنا ايه؟ زي ما قلنا اول حاجه عايزينها ان عايزين كميه بلاد كويسه جايه، فهنا بيكون في حاجه اسمها رينال هايبوبرفيوجن، كميه الدم اللي جايه قليله جدا جدا جدا، فبالتالي مش عارفين نفلتر، وده اول مشكله عندنا من اسباب الاي كي اي، وهي الموست كومن كوز اوف اي كي اي، وهي البري رينال كوزز، وان شاء الله هناخدها دلوقتي بالتفصيل. تاني حاجه لا الدم جه كويس بس المشكله بقى في الكيدني نفسها، خلايا الكيدني مش قادره تفلتر، مش قادره تعمل ابسوربشن، مش قادره تعمل اكسكريشن، فالكيدني نفسها هي اللي فيها دامج وده تعمل لي الرينال كوزس. تالت حاجه لا الدم جه كويس والكيدني فلترت وقامت بوظيفتها زي الفل، جينا بقى نخرج مش عارفين نخرج، هنا مسدوده، سكه مسدوده، ودي بنسميها بوست رينال كوزس. زي ما قلنا الموست كومن هي البري رينال، يليها الرينال، واخر حاجه خالص ومش كومن يعني جدا هي البوست رينال. نبدا بقى ان شاء الله نتكلم عن حاجه حاجه في التفصيل. اول حاجه معانا البري رينال، زي ما قلنا هي الموست كومون، وقلنا هي عباره عن ايه بالراحه كده، مفيش دم كفايه وصل للكيدني، في عندنا حاجه اسمها رينال هايبوبرفيوجن. ايه بقى الاسباب اللي هتخلي مفيش دم كفايه وصل للكيدني؟ اول حاجه ان يكون في فوليوم ديبليشن، الجسم كله اصلا ما فيهوش كميه دم كفايه، يعني ببساطه الشخص دي هايدريتد. ايه اللي يخلي شخص دي هايدريتد؟ اسباب كتير جدا، ممكن يكون بيفقد الميه اللي في جسمه عن طريق الجي اي تي جات لوسز، في صوره دايريه، في صوره فوميتنج، المفروض الحاجات اللي فقدها دي كان يحصل لها ابسوربشن تساهم لي في الافكتيف ارتيريال فوليوم بتاعه، هو فقدها في صوره دايريه او فوميتنج فهيكون ديهايدريتد. تاني سورس بنفقد منه هو الكيدنيز، ممكن الشخص ده ماشي على دايريتكس، فالدايريتكس دي بتنزل لي كميه يورين محترمه، ممكن تنزل كتير جدا جدا لدرجه انها تدخل الشخص في ديهايدريشن. تمام. تالت حاجه البيرن، البيرن الشخص بيفقد كميه بلازما والبومين مهمين جدا وكتار جدا لدرجه في البلاستيك اتاخده في الثيرد جري، خاصه في عندنا فورمولا كده بنعوض بيها الفلويد اللي الشخص بيفقدها، فده مصدر مهم جدا للديهايدريشن. او سويتنج، ممكن الناس اللي عندهم هايبرثيرميا بيفقدوا ميه كتير جدا في العرق بتاعهم فيدخلوا في ديهايدريشن. او هيموريج، هنا بقى الشخص فقد البلاد نفسه سواء بقى كان اكيوت هيموريج او كرونيك او كده. اخر حاجه ثيرد سبيس لوسز، اللي هو في صوره ايه دي؟ الشخص قدامي ما فقدش اي حاجه بره، يعني لا في دايريه ولا في فوميتنج ولا في لوسز من السويتنج ولا في اي حاجه من الحاجات دي، وفي نفس الوقت الارتيريال فوليوم بتاعه الافكتيف ارتيريال فوليوم مش موجود فيه حاجه، امال الدم راح فين؟ الدم طلع من الارتريز ودخل في الانترستيشيوم، دي اسمها ثيرد سبيس لوس، زي ما بيحصل في حالات الاكيوت بانكرياتيتس. اللي بيحصل في البانكرياتيتس بيكون عندنا سيفير انفلاميشن، بيؤدي ان يطلع عندنا سيفير انفلاماتوري ميدييتورز بتخلي الفيسلز ليكي جدا، تبدا تسرب البلازما اللي فيها تطلع على بره في الثيرد سبيس. هنا زي ما قلنا البلود مش موجود في الارتري وفي نفس الوقت مش موجود بره الجسم، هو ستيل جوه الجسم بس مش في الارتري، موجود في الانترستيشن، دي اللي اسمها ثيرد سبيس لوسز. ده الاول بالنسبه لاول ميكانيزم اللي هي الفوليوم ديبليشن. تمام. تاني حاجه ممكن يكون الشخص لا لسه الفوليوم بتاع البلود عنده كويس لكن عنده حاجه اسمها فازو دايليتيشن. ايه اللي يخلي الفيسل تبقى دايليتد وتليك اللي فيها؟ سيبتك شوك زي ما قلنا زي البنكرياتيس كده اهوت، الميدييتورز تطلع تخلي عندنا في فازو دايليتيشن نبدا نفقد البلود. او سيروزس، السيروز بقى دي ليه كذا ميكانيزم، الميكانيزم اللي بيعمل فيها فازو ديليتيشن عن طريق ان هو بيبقى كومبليكيتد ببورتال هايبرتنشن، البورتال هايبرتنشن ده بيطلع عند نتيجه ليه ميدييتورز كتيره جدا بتعمل سبلانكينج فازو ديليتيشن، يعني فازو ديليتيشن في الجات فيسلز، وفي نفس الوقت الميدييتورز دي بتبقى ابزوربت سيستماتيكالي فبتعمل لي فازو ديليتيشن في الجسم كله.
تمام، فهيقلل لي كميه الفلويد اللي رايحه للكدني. تاني حاجه السيروز ده برضو بيبقى فيه ليفر ديزيز، يعني ليفر مش قادر يصنع بروتينز، اهمها مين؟ الالبيومين. والالبيومين ده من اهم البروتينز اللي ليها انكوتيك بريشر. يعني ايه انكوتيك بريشر؟ يعني تبقى كده قاعده في البلازما ليها قوه بتقدر تسحب بيها الفلويد ناحيتها، تمام. لما اقول لكم انكوتيك بريشر عشان نحتاجها كمان شويه لما نيجي نعالج ان شاء الله، يبقى البروتين ده اللي هو اهمهم هو الالبيومين قاعد كده في البلد له قوه قادر ان هو يسحب الفلويد ناحيته جوه الفيسل. ده بالنسبه للفازودايليتيشن. اخر حاجه خالص بقى لو كاردييك اوتبوت، بمعنى الفيسلز عندي سليمه ما فيهاش دايليتيشن ولا حاجه، الفوليوم عندي زي الفل، المشكله في القلب مش قادر يطلع لي الكاردييك اوتبوت اللي المفروض يطلعه، مش قادر يضخ ويكونتراكت علشان يطلع لي كميه الدم دي زي ما في حالات الهارت فيلير، سواء بقى كان السبب كده مايوكارد انفاركشن، في اسكيميا في عضله القلب فمش قادره تكونتراكت كويس وتطلع الكارديك اوتبوت اللي المفروض تطلعه، او في كارديوميوباثي او تامبونات. التامبونات ده احنا عارفين الهارت بيكون حواليه غشاء كده اسمه البريكارديوم، تمام. المفروض الهارت لما يجي في الدايستول يملى بلاد حجمه بيكبر كده وبعدين يكونتراكت فيطلع، فالسبيس اللي ما بين الهارت وما بين البريكارديوم ده بيسمح له ان هو يتمدد فيه ويملى في الدايستول وبعدين يكونتراكت. في حالات بقى الكاردياك تامبونات بيكون فيه شويه فلويد او شويه بلاد موجودين ما بين الهارت وما بين البريكارديوم، تمام. يجي الهارت في الدايستول وهو مليان يحاول يستند كده عشان يكونتراكت، ما يعرفش، فمش هيطلع لي كميه البلاد اللي المفروض يطلعها. ده كده بالنسبه لاسباب البريدينر. طيب هل بقى الكدني هتقعد ساكته على الحوار ده؟ يعني في مشكله ومفيش كميه دم جايه كفايه الكدني، لازم تحاول تكمبنسيت. هتعمل ايه؟ هيحصل عندنا حاجه اسمها اوتو ريجوليشن في صوره نيورو هرمونال اكتيفيشن. يبدا السيمباثيتك يشتغل، يبدا يطلع لي كاتيكولامينز، يزود الهارت ريت علشان يحاول يزود لي شويه الكارديك اوتبوت، يبدا يعمل فازو كونستريكشن علشان يعادل شويه الفازو ديليتيشن اللي كان حصل وهو اللي سبب الهايبوفوليميا. يبدا عندنا يحصل اكتيفيشن لسيستم مهم جدا جدا في الكدني اسمه رينن انجيوتنسين الستيرون سيستم اللي هو الراس سيستم، بينتج عنه برضو فازو كونستريكشن في الافرنت. فلما في الافرنت اللي هو السكه اللي بعد الجلوميرولس، فلما يحصل فازو كونستريكشن انا كده كاني بزود ضغط في الجلوميرولس فبساعد على الفلتريشن، تمام. يبدا برضو يطلع معانا الاي دي اتش اللي هو الانتي دايوريتيك هرمون، وده بيعمل لي سولت اند ووتر ريتينشن، يعني يحاول يابزورب شويه ميه كتير كده من الكيدني اللي حصلهم فلتره ويدخلهم لي تاني على البلد. ده كله ليه؟ علشان ازود تاني الجلوميرولر فلتريشن ريت وعلشان اريستور البلازما فوليوم بتاعي، تمام. يبقى دي كده محاوله من الكيدني انها تحاول تمنع ان يحصل اي كي اي. الحاجات دي حصلت كويس والدنيا مشيت، يبقى كده عملنا كومبنسيشن والدنيا زي الفل. فشلت الحاجات دي للاسف هندخل في الاي كي اي، وفي الحاله دي الاي كي اي اسمه فانكشنال اي كي اي، بمعنى الكيدني الاستراكشر بتاعها لسه سليم، الفكره بس ان انا مش موصل لها، مش موصل دم كفايه، وصل دم كفايه وهي ترجع تشتغل تاني زي الفل، تمام. فعشان كده بنسميه فانكشنال اي كي اي. نيجي بقى على الجزء الثاني معانا اللي هو الرينال كوزس اوف اي كي اي. هنا بقى كميه البلاد اللي جايه للكيدني عشان يحصل لها فلتره كويسه جدا، لكن المشكله في الكيدني نفسها مش قادره تفلتر. ايه بقى المكونات اللي في الكيدني من جوه؟ عندنا الجلوميرولس اللي هي دي بتكمل لي بعد كده بتيوبولز، والتيوبولز دي كلها محطوطه بين بعضها كده انترستيشيوم، وفي الاخر عندنا الفيسلز اللي هي يحصل منها فلتره حوالين الحاجات دي كلها. بوظ بقى اي حاجه من دول، يبقى انت كده بوظت حاجه في الكيدني استراكشر، فنتيجه ليه الكيدني مش تقدر تفلتر، فهينتج عندنا اي كي اي سببه حاجات رينال، حاجات مشكله في الكيدني نفسها. نبدا ناخدهم واحده واحده، ونبدا اول حاجه بالجلوميرولس. في عندنا درس مهم جدا جدا في اول الشابتر النيفرولوجي اسمه جلوميرولونيفرايتس، هات الدرس ده كله كده ذاكره، وده يكون سبب من رينال كوز اوف اي كي اي، تمام. يبقى اللي يحصل فيها انفلاميشن يعمل لي حاجه اسمها جلوميرولونيفرايتس، دي كافيه انها تعمل لي اي كي اي. في بقى الجي ان ده في منه انواع كتير، ممكن يكون برايمري زي المينيمال تشين زي الليمبرنوس، ان شاء الله خدتهم في التفصيل وذاكرتهم كويس. ممكن يكون برضو سكندري لحاجات تانية زي انفلاماتوري ديزيز اللي هي سيستميك لوبس او الباسكولايتس، ممكن يكون سكندري انفكشن زي هيباتيتس بي او هيباتيتس سي او اتش اي في، كل الحاجات دي ممكن تعمل لي انفلاميشن في الجلوميرولاي وينتج عنها مشكله ان احنا مش قادرين نفلتر فندخل في اي كي اي. تاني حاجه عندنا هي الفيسلز. الفيسلز اللي موجوده عندنا في الكيدني ممكن يحصل فيها ثرومبس او يتكون فيها ثرومبس او يجي فيها امبلس تسدها لي، ينتج عندنا بعد كده اوبستراكشن، بعدين انفلاميشن، ريليز للميدياتورز، يحصل عندنا ايه مشكله في الكيدني مش قادره تفلتر. ايه اللي بقى يسبب الحاجات دي؟ ممكن هنا الفين ثرومبوزس، ممكن شويه امراض مع بعض كده اسمهم ثرومبوتيك مايكرو انجيوباثي اللي تشمل الهيموليتيك يوريميك سيندروم تقريبا هتسمعوا عنها، وتشمل برضو الثرومبوتيك ثرومبوسيتوبينيك بيربرا. الحاجات دي ما تشغلوش بالكم بيها، تاخدوها بعد كده بالتفصيل، بس يعني عرفوها ايه كذكر امثله كده. والانتي فوسفوليبيد سيندروم، تمام. نيجي بقى لاخر جزء واهم جزء معانا في الكيدني اللي هو لو حصل فيه الاستراكشر بتاعه مشكله هيعمل لي رينال ايه رينال كوز اوف اي كي اي، وهي التيبيولز والانترستيشيوم، ودي هي الموست كومن رينال كوز اوف اي كي اي، تمام. في شويه موست كومن كده هنجمعهم كمان شويه.
تمام. يبقى دلوقتي بتكلم بايه، خلصنا الجلوميرولس وخلصنا الفيسلز، ودلوقتي بتكلم في التبيولز والانترستيشيوم. دول لما يحصل فيهم مرض بنسميه انترستيشيال نيفرايتس، والتبيولز بتعمل لي مرض اسمه اكيوت تيوبولار نيكروزس. يبقى انا عندي مرض اسمه انترستيشيال نيفرايتس واكيوت تيوبولار نيكروزس. ايه بقى يعمل الحاجتين دولت؟ اسباب كتيره جدا، من اهمها نيفروتوكسنز، حاجات بتروح دايركت كده على الكيدني تبقى توكسيك ليها فتبوظها لي، زي كونتراست. الكونتراست الناس اللي بتاخد صبغه عشان تصور سي تي مثلا، الميديكيشنز معينه، هيموليسز او رابدومايولايسز او مايلوما، ممكن برضو الرجيك رياكشن، بمعنى حد اخد انستيرويدال او اخد انتيبيوتيك وكان عنده الرجي منه، فالكيدني تريأكت للدواء ده عن طريق ان يحصل فيها انترستيشن نيفرايتس. ممكن برضو حاجة اسمها تيومر لايس سيندروم، او ممكن بسبب اسكيميا، الخلايا مش وصلها دم كفاية فتموت، ممكن برضو بسبب لوكال انفكشن. تمام، يبقى ده كده كل الاسباب اللي بتعمل لي اكيوت تيوبولار نيكروزس وانترستيشن نيفرايتس، اللي هما الموست كومون رينال كوزس اوف اي كي اي. دلوقتي بقى ان شاء الله هنتكلم عن معظم الحاجات دي بالتفصيل شوية، وهم دول الحاجات اللي ترتيبهم متغير عن الكتاب عشان يبقى واخدين بالنا برضو. الحاجات دي ذكرت في اخر الكتاب، فانا جبتهم بعد كده دلوقتي علشان نبقى عارفين هم تبع مين في الدرس، او يعني هم مذكورين ليه في الدرس ده. تمام، نبدا كلامنا ان شاء الله عن الاكيوت تيوبولار نيكروزس. زي ما قلنا هي الموست كومون رينال كوز اوف اي كي اي. نجمع بقى حاجات الايه، ولا استنى، ممكن تحصل بسبب ايه اللي يعملها لي؟ قلنا من شويه اسباب كتير، ممكن الرجي، ممكن انفكشن، ممكن اسكيميا، ممكن نيفروتوكسين. واهم سببين يعملهم لي هما الاسكيميا والنيفروتوكسين، وموست كومون اللي فيهم هي ايه؟ هي الاسكيميا. تمام، تمام، نجمع بقى حاجات الموست كومون. قلنا من شويه كان عندنا اسباب للاي كي اي في بري رينال ورينال وبوست رينال. الموست كومون فيهم كلهم مين؟ هي البري رينال. تمام، نيجي بقى على الرينال. الموست كومون في الرينال هي الاكيوت تيوبولار نيكروزس. حلو كده، تمام. الاكيوت تيوبولار نيكروزس بتحصل اصلا بسبب ايه؟ بتحصل بسبب اسكيميا. يعني ايه اسكيميا؟ يعني مفيش دم واصل كفايه للكيدني. طب احنا قلنا الكلمه دي فين؟ ما دي اصلا عباره عن تعريف البري رينال، ان مفيش دم كفايه واصل للكيدني. بالظبط كده، نيجي بقى نفهم السيناريو بتاعنا عباره عن ايه. قلنا في الاول خالص حصل اي حاجه من الاسباب اللي قلناها في الاول، عملت لي رينال هايبوبرفيوجن، مفيش دم كفايه واصل للكيدني، ايه اللي يحصل؟ اول حاجه الكيدني تحاول تكمبنسيت، فيحصل الاوتو ريجوليشن زي ما قلنا، يحصل سيمباثيتك اكتيفيشن واكتيفيشن للراس سيستم علشان نحاول ننقذ الوضع. والله نجحنا والدنيا عدت الحمد لله زي الفل. الحاجات دي فشلت، هنخش في الايه، في الاي كي اي اللي قلنا اسمه ايه، اللي قلنا اسمه فانكشنال. ليه فانكشنال؟ لان المشكله كلها في كميه الدم اللي جايه، الكيدني ستراكشر بتاعها لسه سليم وزي الفل. لحقنا الدنيا في الوضع ده وابتدأنا نديله فلويد ونعوض الفوليوم ديبليشن اللي عنده ونعالج السبب اللي عنده، خلاص الدنيا توقف لحد هنا. فضل بقى عنده فوليوم ديبليشن وفضل الاسكيميا الكيدني دي شغالة، فضل بيرزيستنت، يحصل بقى يبدأ يحصل دمش في الكيدني والخلايا بتاعة الكيدني تبدأ تموت، يحصل فيها نيكروزس، فندخل في الأكيوت تيوبولار نيكروزس. فهمنا السيناريو، أول حاجة خالص في فوليوم ديبليشن، الكيدني تحاول تكمبنسيت من خلال اوتو ريجوليشن، لو نجحت كان بها، ما نجحتش ندخل في اي كي اي ونوعه بيكون فانكشنال، والحد المربع الاصفر ده احنا ستيل هنا كده بري رينال. تمام كده، لو فضل بقى مكمله معانا يحصل يبدا ان خلايا الكلى تموت، ندخل في اكيوت تيوبولار نيكروزس وده الرينال كوزس. ده بالنسبه لاكيوت تيوبولار نيكروزس. الباثوفيسيولوجي زي ما قلنا في عندنا بيرزيستنت اسكيميا، اسكيميا مكمله معانا مطوله ما لحقناش نعالجها، هينتج عنها ايه؟ الخلايا بتاعه التبيولز دي هتبدا تموت، لما تبدا تموت هتبدا تعمل لي سيلر ديبرس وتتجمع هنا كده كانها بتقشر كده وتتجمع هنا في التبيولز، تبدا ايه تسد لي التبيولز، يحصل اوبستراكشن. لما يحصل هنا اوبستراكشن الضغط هنا يزيد جدا جدا، لما الضغط يزيد يبدا اليورين اللي موجود هنا المفروض كان هيتفلتر وينزل على البلادر، لا بدل ما كان يمشي لتحت كده، لا الدنيا اتسدت، فهيبدا الضغط يعلى، يبدا يرجع لفوق 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 لحد ما يروح للجلوميرولس. ممكن هو نفسه يبوظ الجلوميرولس، دي حاجه. حاجه تانية، الضغط ده ممكن يتعدى الضغط اللي في الجلوميرولس، فالحاجات بدل ما كانت بتفلتر من هنا لهنا، لا الضغط هنا بقى اعلى فهتفلتر من هنا للجلوميرولس. تمام كده، فاللي هي طبعا اهمها الهيوريا والكريات، فالمستوى الليفل بتاعها هيزيد في الدم، فندخل في الاي كي اي بتاعتنا. تمام، وزي ما قلنا لان هي مسدوده فمفيش يورين هيعدي، فندخل في الاوليجوريا. تمام كده، تمام كده. ايه بقى الفيز بتاعت الاكيوت تيوبولار نيكروزس؟ فعندنا اربعه فيز. اول حاجه خالص انيشيشن فيز او الانسايتنج ايفنت، هنا بيحصل جاست بيحصل اسكيميا وبدات الخلايا تتاثر. تاني فيز معانا اللي هو الاكستنشن، في خليه اتاثرت بعدين بدات تطلع ميدييتورز، اثرت على الخليه اللي جنبها، اثرت على جنبها، اثرت على جنبها. تالت فيز اسمه مينتنس فيز، ده بيكمل تقريبا من اسبوع لتلات اسابيع. اللي بيحصل فيه ان هنا اخذنا بالنا ان في ديفكت، في شويه خلايا بداوا يموتوا، فلا يا جماعه احنا لازم هنا نبدا نعمل بروليفريشن وخلايا مايجريت تروح تملى الفراغ اللي حصل ده ونحاول ننقذ الوضع. اخر فيز بقى اللي هو الريكفري، خلاص بقى عملنا بروليفريشن وبنحاول بقى نظبط اخر حاجه خلاص في الكيدني عشان ترجع كويسه تاني.
في حاجه مهمه بقى ان الفيزز دي كلها بتكون اوليجوريك، بمعنى مفيش كميه يورين كويسه طالعه سواء كان في الاول او الثاني او الثالث. نيجي بقى على الرابع، بيبقى فيه عندنا بالعكس بوليوريا. والمهم هنا بقى ان احنا نخلي بالنا جدا من البيشنت في الفيز دي. ليه؟ لان هو بوليوريك يعني بيقفر كميه يورين كبيره جدا، فانا محتاج اعوضه بكميه فلويد محترمه. ليه؟ عشان لو معوضتوش هيدخل مني فوليوم ديبليشن تاني، وليام ديبليشن تاني ممكن يعمل لي اسكيميا، ممكن يدخلي في اكيوت تيوبولار نيكروزيس تاني وانا لسه يدوب بعالج الاولى ولسه يدوب طالع منها. وفي الحاله دي الدنيا مش تبقى ابسط زي الاولى، لان الخلايا لسه جديده لسه يدوب بدأ بتتجدد، فهنا الحاجات هتبقى اعنف، المانيفيستيشنز هتبقى اخطر. فمهم جدا في الفيز دي نلحق البيشنت بكميه فلويد محترمه ونخلي بالنا منه عشان ما ننتوش من بعض. كل احنا بنتكلم في الاكيوت تيوبولار نيكروزيس عرفنا ان اسبابها يا اما اسكيميا يا اما توكس نيفروتوكسنز، وقلنا الموست كومن كانت الاسكيميا. نيجي بقى نتكلم على النيفروتوكسنز. ايه هي بقى النيفروتوكسنز اللي جايه منين؟ اول حاجه هنتكلم فيها حاجه اسمها رابدومايولايسيس او كراش سيندروم. رابدومايولايسيس من اسمها بيحصل بريك داون في السكليتال ماسلز. ايه اللي يخلي ماسل تتكسر وتطلع الكونتنت بتاعها على بره؟ اول حاجه ممكن يكون حصل دايركت انجري، حد مثلا اخذ تروما محترمه كده او حادثه ربنا يعافينا كلنا في الماسلز فاتكسرت. تاني حاجه ممكن حصل ماسل سيل هايبوكسيا. زي ايه مثلا؟ احنا عندنا في حاجه اسمها كومبورتمنت، الماسلز عندنا في جسمنا متجمعه في كومبورتمنت، زي مثلا في الليمب الابر او اللور كل شويه ماسل كده متجمعين في كومبورتمنت ومتحوطين بفاشيا. تمام، ممكن يحصل انفلاميشن لاي سبب كان، تروما انجري اي حاجه في ماسل معينه تبدا تطلع لي ميدياتورز. ممكن يحصل اديمه او المسل دي كانت انجرد فبدات تنزف فعملت لي هيماتوما. المهم ده كله بينزف او في اديمه بتتكون في كلوزد سبيس اللي هو الكومبارتمنت اللي هو متحوط بفاشيا، فالضغط يزيد جدا جدا في الحته دي، يزيد لدرجه ان هو يفل الفيسلز لدرجه ان الخلايا بتاعه العضلات تبقى هايبوكسيك فتبدا تموت فتتكسر فتطلع الكونتنت بتاعها. تمام كده. او ممكن يحصل برضو بسبب سيفير الكترولايت ديستربنس. الديستربنس ده ياثر على بامب مهمه جدا اسمها سوديوم بوتاسيوم بامب اللي هي بدورها اصلا مهمه في الاي تي بي والانرجي بتاع الخليه. او ممكن دراجز، في دراجز مهمه جدا زي اهمها الستاتين كانت بتعمل برضو هي بنفسها رابدومايلايسيس. ممكن الشخص اخذ دوز عاليه جدا فهي اللي عملت له كده، او الشخص اخذ دوز عاديه جدا لكن هو عنده مشكله في الكيدني فمش عارفه تكسكريت كل كميه الدواء دي ففضل بجرعه عاليه في جسمه وهو اللي عمل لي الرابدومايلايسيس ده. مشكله بقى بتاعت الحاجات دي كلها ايه؟ يعني ده كله خلاص المصل اتكسرت باي طريقه ايا كانت، هينتج عنها حاجه مهمه جدا كونتنت بتاعها هيطلع على بره اللي اهمه المايوجلوبين. المايوجلوبين ده يبدا يطلع يدخل في الدم يوصل لحد الكدني يتفلتر ينزل يقوم مترسب في التيبيوز، يترسب في التيبيوز ويسدها له ويعمل لي اكيوت تيوبولار نيكروزيس. تمام، يبقى المشكله كلها في الرابدومايولايسيس هي المايوجلوبين ده. الشخص هيجي يشتكي بايه؟ معاه هيستوري اوف ذا كوز، يعني جاي بتروما او في حادثه او ممكن كان في اتاك اوف سيجرز. السيجرز برده ممكن تعمل لي تكسر لي المسلز وتطلع لي الكونتنت اللي فيها. جاي بيشتكي ان عضلاته دي بتوجعه وفيها ضعف والم لما ادوس عليها، ومعاه كولا كولر ديورين. اليورين زي ما احنا شايفين باللون ده، ده بسبب ايه؟ ده بسبب المايوجلوبين. المايوجلوبين بيلونني اليورين باللون ده، وبيكون معاه بوزيتيف بلاد باي ديبستيك. الديبستيك ده شريطه كده بحطها في اليورين بتست فيها اذا كان اليورين ده موجود فيه هيموجلوبين او مايوجلوبين، سواء الاثنين موجودين ده بيتست بوزيتيف. تمام، فانا هنا هحطه هو موجود عندي مايوجلوبين فهيتست بوزيتيف، لكن لما ابص تحت الميكروسكوب مفيش ار بي سيز لان هنا مفيش بليدنج انا بس فيه مايوجلوبين. تمام، هلاقي برضو الانزيم ده الكرياتين كينيز عالي جدا نتيجه تكسير العضلات. طيب الشخص ده بقى اعمل له ايه؟ مهم جدا جدا اعالج الكوز اللي عمل له ده، بمعنى لو كان دخل في كومبارتمنتال سيندروم بسبب الاديمه زي ما قلنا ضغطت لي على الفيسل وخلتها تاسكيميك، في الحاله دي مضطر اعمل حاجه اسمها فاشيوتومي، اقطع الفاشيه اللي كانت محوطاه لي شويه الماسلز دول عشان ايه؟ اريليف البريشر ده والدنيا كلها تفتح والفيسل تفتح تاني. الشخص لو كان بياخد دراج وهو اللي عمله له لازم اوقف الدراج ده. في بقى حاجات ممكن الشخص لو كان عنده انجري في الماسل دي وهي مثلا العامله قاعده تكسر وتطلع لي المدياتورز دي كلها، ممكن ساعات اضطر اعمل امبيوتيشن فليمب علشان اوقف الريليز بتاع المدياتورز دي. تمام، هبدا ادي اجريسيف فلويد ثيرابي علشان اغسل المايوجلوبين ده اللي موجود في الكدني وامنع ان هو يترسب في التيبيوز. لو الحاجات دي كلها ما نفعتش ان انا اوقف الكوز وان انا ادي فلويد كتيره، ممكن الشخص يدخل في داياليسز علشان ما اعالج الهايبركاليميا اللي عنده، لان البوتاسيوم بالمناسبه من الحاجات برده بتطلع من المصل، والهايبركاليميا ليها يعني حاجات وحشه جدا ممكن تعمل لي كاردييك اريزميا وفيتال، فلو فضلت مش عارف اعالجها بالفلويد ثيرابي الاجريسيف ده هضطر ادخله في داياليسيس. ده بالنسبه للرابدومايولايسيس. تاني حاجه معانا اسمها تيومر لايسيس سندروم اللي بينتج عنها حاجه نيفروتوكسين برضو علشان نعرف ان احنا ماشيين في ايه. حاجه نيفروتوكسين بتعمل لي اكيوت تيوبولار نيكروزيس. ده بيحصل في ايه؟ في الكانسرز، ربنا يعافينا كلنا الناس اللي عندهم ليمفو بروليفيريتيف ديس اوردرز، اهمهم الليمفوما واللوكيميا والحاجات دي. اللي بيحصل ان الناس دول
الخلايا اللي هي التيومر سيل دي بتتكاثر عندهم بطريقه كبيره جدا، فانا بديهم كيمو ثيرابي علشان اوقف البروليفريشن ده. هياخد كيمو ثيرابي، هتبدا الخلايا اللي اديتها كيمو ثيرابي دي هتموت، لما تموت هتبدا تتكسر وتطلع لي الكونتنت بتاعها. ايه بقى الكونتنت بتاعها؟ اهمه البوتاسيوم، يطلع بوتاسيوم من الخلايا يزيد في البلاد يعمل لي هايبركاليميا، زي ما قلنا ممكن يعمل لي فيتال اريثميا. دي اول مشكله. تاني مشكله النيوكليك اسيد بتاع الخلايا دي هيطلع. لما يطلع النيوكليك اسيد من خلال سلسله من التفاعلات كده وانزيم مهم جدا اسمه دانسين اوكسيديز، هيتحول عندنا النيوكليك اسيد ده ليوريك اسيد. اليوريك اسيد ده يعمل لي يوريت كريستلز، يتجمع فيه الكدني يعمل لي ستولز وستونز وكريستلز ويسد لي الدنيا كلها، ممكن يعمل لي بوست رينال اي كي اي. تمام، دي تاني حاجه هتطلع معانا. تالت حاجه هتطلع برده هي الفوسفورس. الفوسفورس هيطلع، الكميه بتاعته هتزيد في الدم، يروح يمسك مع الكالسيوم يعمل لي كالسيوم فوسفيت كريستلز، اللي هي تروح برده فين؟ تتجمع في الكدني تعمل لي كريستلز وتعمل لي ستونز وتسد لي الدنيا برده. تمام، بيطلع برده لاكتيت وحاجات تانية. فدلوقتي مشكلتي في الفوسفورس الزياده ده، مشكلتي في اليوريك اسيد الزياده ده، ومشكلتي في البوتاسيوم الزياده ده. محتاجه عليكم هعمل ايه؟ اول حاجه اعالج الهايبركاليميا. بتعالج ازاي الهايبركاليميا؟ هتاخدوها بالتفصيل في الكترويد ديستربنس، بس بسرعه كده ممكن ندي الشخص ده انسولين وجلوكوز. الانسولين بيساعد ان هو يشفت لي البوتاسيوم جوه الخلايا، وبدي معاه جلوكوز علشان انا اديت انسولين، فلو ما خدتش جلوكوز هيدخل في هايبوجلايسيميا. ده بالنسبه للهايبركاليميا. اعالج الهايبريوريسيميا. زي ما قلنا اليوريك اسيد اصلا بيطلع ازاي؟ عن طريق النيوكليك اسيد بتاع الخلايا اللي ماتت، عن طريق سلسله من التفاعلات وانزيم مهم اسمه زانتين اوكسيديز بيتحول يوريك اسيد. فانا مش عايز اطلع يوريك اسيد، فاعمل انهبيشن للانزيم ده، فهدي دواء اسمه زانتين اوكسيديز انهبيتور اللي هو الالوبيورينول. تمام، علشان يوقف لي انتاج اليوريك اسيد. هبدا برضو ادي اجريسيف اي في فلويد علشان برضو تساعد لي انها تغسل اليوريك اسيد الكتير اللي موجود ده، واعمل برضو يورين الكالينايزيشن. انا عايز اكسكريت ماده اسيدك، فيفضل ان انا اخلي اليورين الكالينايز علشان اساعد الاكسكريشن ده. تمام كده. تمام، تالت حاجه اعالج الهايبرفوسفاتيميا. ازاي؟ هدي حاجه اسمها فوسفيت بايندر، الماده كده بتمسك مع الفوسفورس وتنزل بيه في الستول. طيب قال لك انها بتشتغل مينلي على الدايتري فوسفورس، بمعنى ان الشخص لو اكل، لو المصدر بتاع الهايبرفوسفاتيميا اللي عنده كان دايتري، يعني الفوسفيت اللي كتير اللي في جسمه ده مصدره ان هو اخده كتير في الاكل، مش مصدره ان هو مثلا جاي من تكسير خلايا جوه الدم. فلما يكون مصدره من تكسير جوه الدم ده مش بيشتغل عليه كويس جدا، فممكن في الحاله دي اضطر ان انا اعمل للشخص ده ايه؟ دياليسيس. طيب هل هدي الشخص ده كالسيوم؟ احنا قلنا هو بيكون هايبوكالسيميك. بيكون هايبوكالسيميك ليه؟ زي ما خدنا هنا الفوسفورس بيزيد، فيروح يمسك في الكالسيوم عشان يعمل لي كالسيوم فوسفيت كريستلز، فهيستهلك كل الكالسيوم الموجود عندي، فالشخص يدخل في هايبوكالسيميا. بس معلومه بقى مهمه، انا مش هعالج الهايبوكالسيميا اللي عند الشخص ده. ليه؟ انا لو اديته كالسيوم، الكالسيوم اللي انا اديته له هو كمان هيروح يمسك في الفوسفورس ويكمل بريسيبيتيشن عادي، ويكمل فورميشن لكريستلز وستون عادي جدا. فانا كده زودت المشكله مش حلتها. هديله كالسيوم في حالتين اتنين بس. اول حاجه خالص لو الشخص اداه كان سيمتوماتيك هايبوكالسيميا، جالب تيتاني او جالب كاربوبيدال سبازم، في الحاله دي لازم اعوض له الكالسيوم اللي ناقص ده. او الشخص لو كان معاه سيفير هايبركاليميا، لان الكالسيوم في الحاله دي بيعتبر فيسيولوجيكال انتي دوت للبوتاسيوم علشان ما يعملليش الفيتا اريثميا بتاعه الهارت، وده بالنسبه لي التيومر لايسيس سيندروم. اخر حاجه معانا هي الكونتراست انديوس نيفروباثي. تاني برضو عشان ما انتوش هنتكلم في ايه، بنتكلم في الاكيوت تيوبر نيكروز. اخدنا انها كاتكوزد باي اسكيميا، وده مينلي وموست كومن. تاني حاجه اخدناها كاتكوزد باي نيفروتوكسين. النيفروتوكسين دي ممكن تكون نيجلوبين زي في الرابدومايلايسيس، ممكن تكون يوريك اسيد زي ما في التيومر لايسيس سيندروم، وهنا ممكن تكون كونتراست. الكونتراست دي الناس بتاخدها عشان تصور سي تي اي في مثلا او كده. لو الشخص ده هيديفلوب اي كي اي بسبب الكونتراست دي، بتحصل تقريبا في خلال يوم ليومين بعد ما اخد الصبغه. الميكانيزم بتاعتها انها ممكن تعمل لي فازو كونستريكشن في الكدني. تاني حاجه انها ممكن تروح دايركتلي على الكدني وتبوظها لي، تبوظ التيوبولار سيلز بتاعتها. تمام كده، وده بيكون دوز ديبندنت، بمعنى كل ما الدوز كانت اكبر والشخص ده سسبتبل، فالانجري اللي انت هتيجي عنه هتبقى اكبر. مين بقى الناس اللي هم سسبتبل يجي لهم كونتراست انديوس نيفروباثي؟ الناس اللي هم عندهم سي كي دي، الناس الدايابيتك، الاولد ايج، الانيميك، الديهايدريتد. هعمل لهم ايه بقى الناس دول لما اجي اصورهم؟ يستحسن ما اصورهمش اصلا بصبغه، يعني انا عارفه انهم هاي ريسك ان انا صورتهم هيجي لهم نيفروباثي، فابعد خالص عن الصبغه. لا خلاص بقى لازم يبقى مهم جدا اكلوت الهايبوفوليميا اللي عندهم، مهم جدا ياخدوا كميه فلويد محترمه قبل ما يدخلوا يصوروا بالصبغه، واول ما يطلعوا من التصوير اديهم تاني كميه فلويد محترمه علشان اوش الكونتراست دي قبل ما تعمل لهم ايه، قبل ما تعمل لهم نيفروباثي. وبكده الحمد لله نكون خلصنا. تاني حاجه الا وهي الرينال كوزز. اخر حاجه معانا بقى هي البوست رينال. زي ما قلنا البوست رينال بتكون بسبب ان في عندنا اوبستراكشن، حاجه سد السكه، فمش عارفين نعدي اليورين، فيحصل باك فلو لليورين تاني على الكدني ويبوظها لي وندخل في اي كي اي. ايه بقى اللي سد السكه؟ ممكن من تحت هنا خالص حاجه توقف اليوريثرا سدها لي، زي مثلا اولد ميل معاه بينان بروستاتيك هايبربليجيا، جاي يشتكي ان هو معاه ديسيوريا ومعاه ديفيكولتي يورينيشن، حاسس الدنيا مسدوده كده،
فالدنيا مسدوده هنا، فاليورين هيتجمع هنا وبعدين يحصل له ريفلوكس ويرجع على الكدني ويبوظ هولي. دي اول حاجه. تاني حاجه البلادر نفسها ممكن تبقى مسدوده بستون او بتيومر، او هي حاجه اسمها نيوروجينيك بلادر، البلادر مش قادره كونتراكت علشان تفضي اليورين، فاليورين فاضل متجمع فيها وبعدين ريفلوكس. او اليوتر هو اللي مسدود، مسدود بحاجه من جوه زي ستون او حاجه من بره ضغط عليه فقفلاه زي تيومر او لينف نود مثلا كبيره فهي اللي قفلته لي. كل الحاجات دي تسد لي السكه وتخلي اليورين باك اب تاني يروح على الكدني، ولما يرجع الكدني يعمل لي اي كي اي. ده بالنسبه لاسباب البوست رينال. نيجي بقى للسلايد المهمه دي، مهمه جدا جدا جدا. ده عباره عن الباثوفيسيولوجي بتاع البري رينال والرينال اي كي اي. مهم في ايه؟ مهم علشان في جدول بعد كده ذكر في المحاضره على استحياء كده، بس هو مهم جدا جدا وبيجي في الام سي كيو. في ارقام كتيره واحنا فعلا بنحل الكيس بالارقام دي، تمام؟ فيعني بدل ما ده هو الجدول بالمناسبه، بدل بقى ما نحفظ كل الارقام دي ونبقى مش عارفين هي ليه طيب ودي حصلت ليه، فالباثوفيسيولوجي ده علشان يساعدنا شويه نفهم الحاجات دي والارقام دي جت منين. نسمي الله كده ونبدا. ده عندنا هي عباره عن الافرنت ارتري بتاعنا، هينزل هنا يعمل لي الجلوميرولوس، هيكمل لي كده افرنت، وبعدين الافرنت ده قلنا كان بيلف حوالين التوبيولز عشان يحصل ابزوربشن واكسكريشن لمواد معينه. ده عباره عن الكبسول، ده عباره عن تيبيولز اللي هتكمل بعد كده في اليوريتر، ينزل في الاخر عندي الكونتنت تحت خالص كيورين فين في البلادر. دي كده البلادر، تمام؟ زي ما قلنا في حاجات هنا بيحصل لها فلتريشن، اهمها اليوريا وكريات وميه وصوديوم، كل الحاجات دي بيحصل لها فلتريشن هنا. شويه منهم بيتفلتروا وشويه منهم بيكملوا في الدم بتاعنا، ده في الطبيعه. يعني بتكلم دلوقتي في فيسيولوجي مش في باثوفيسيولوجي، بتكلم في الفيسيولوجي، تمام؟ تمام. بعدين على حسب احتياجات جسمنا، هل جسمنا دي هيدريت فاحنا محتاجين ميه، هل لا جسمنا في ميه كتير فاحنا مش محتاجين ميه، هنتحكم في الحاجات دي كلها. هل محتاجين نمتص صوديوم وميه تاني لجسمنا ولا لا، ولا نسيبهم ينزلوا في يورين؟ ده على حسب احتياج جسمنا، ده في الطبيعي في الفيسيولوجي. اللي بيحصل برضو في الفيسيولوجي ان التيوبولر سيل دي ليها وظيفه مهمه جدا، انها بتعمل لي ابزوربشن لليوريا، يعني شويه يوريا كده من الفلترو هي بتمتصهم تاني وترجعهم لي على الدم. تاني وظيفه ليها مهمه برضو انها بتكسكريت كريات، شويه كريات كده من اللي حصل لهم ابزوربشن هي بتعمل لهم اكسكريشن وترجعهم تاني على التيوبولز علشان ينزلوا لي فين في اليورين. معلومه تانية مهمه برضو ان الميه والصوديوم بيفول اليوريا، يعني اليوريا رايحه فين؟ رايحه في حته الصوديوم والميه على طول يروحوا وراها، تمام؟ يعني عملنا ابزوربشن لليوريا هنعمل ابزوربشن اللي وراهم لين لصوديوم وميه. دي حاجه كده قوانين كده، حاجات في الفيسيولوجي بس كده نفتكر عشان نفهم ايه الباثوفيسيولوجي. نبدا بقى في الباثوفيسيولوجي بتاعنا. اول واحده معانا هي البريدينال. قلنا البريدينال هل الكدني فيها مشكله؟ لا، الكدني زي الفل، الكدني كويسه جدا، الخلايا بتاعتها سليمه جدا وقايمه بالوظيفه بتاعتها على اكمل وجه. لكن المشكله في الدم اللي جاي للكدني، الدم اللي جاي ده كميته قليله، فلما يجي كميه قليله الجي اف ار اللي هو الجلوميرولر فلتريشن ريت، المعدل اللي انا هفلتر بيه هيبقى قليل طبيعي لان كميه الدم قليله. لما الجي اف ار ده يقل هينتج عنه حاجتين اتنين. اول حاجه يحصل اكتيفيشن للراس، زي ما قلنا الراس هياكتيفيت علشان يحاول ينقذ الوضع، يحصل عندنا ريليز للانجيوتنسين وينتهي خالص بالالدوستيرون، ويحصل كمان ريليز للاي دي اتش. الاثنين دول بيعملوا لي سولت اند ووتر ريتينشن، هيعملوا لي ابزوربشن لصوديوم وميه. يبقى نفتكر دلوقتي اول خطوه حصلت ان الجي اف ار ال نتج عنه اكتيفيشن للراز، نتج عنده صوديوم ووتر ابزوربشن تاني كده، دخلنا صوديوم وميه لجسمنا. دي اول حاجه. تاني حاجه الجي اف ار لما قل حصل ليس فلتريشن ما بين الجلوميرولس والكبسول، تمام؟ ده نتج عنه ايه؟ ان اليوريا والكريات اللي كان المفروض يتفلتروا كميه قليله منهم جدا بس هي هتتفلتر، والباقي هيرجع تاني عندي في الدم، فهلاقي عندي مور يوريا ان كريات في البلد، تمام كده؟ هلاقي الليفل بتاعهم على في الدم، تمام كده. دلوقتي عندي حاجه، هل التيوبولر سيلز اخبارها ايه؟ هل هي انتك سليمه ولا مش سليمه؟ انا هنا بتكلم في حاجه بري رينال، زي ما قلنا الكدني زي الفل، فالتيوبولر سيلز لسه انتكت. يعني ايه انتكت؟ يعني قادره تري ابزورب وتكسكريت وتقوم بالوظيفه بتاعتها عادي جدا. هتعمل بقى ري ابزوربشن لايه؟ هي بتعمل ري ابزوربشن ليوريا، وزي ما قلنا اليوريا بتمشي وتسحب وراها صوديوم وميه، فالسيلز بتاعت التيوبولز قادره انها تري ابزورب اليوريا والصوديوم والميه، وقادره انها تكسكريت الكريات. فايه اللي هيحصل عندنا؟ شويه اليوريا والكريات اللي ماشيين هنا الصغيرين جدا اللي حصل لهم فلتره هيجوا هنا ينزلوا في التيوبولز، تقوم الخلايا اللي هي التيوبولر سيلز واخده اليوريا وعامله لها ري ابزوربشن ومدخلاها لي على الدم. اللي حصل كده، اللي حصل ان اليوريا اصلا كانت عاليه لان مش كلها اتفلترت. تاني حاجه الشويه الصغيرين فلترتهم انا عملت لهم تاني ري ابزوربشن ودخلتهم تاني في الدم، فنتيجه عن كده اليوريا زادت جدا 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 في الدم. ده اول حاجه. قلنا اليوريا بتمشي وتسحب وراها صوديوم وميه، فهتسحب لي وراها صوديوم وميه. ده تاني مره اقول ان انا اخدت صوديوم وميه دخلتهم على الدم. اول مره كانت بسبب ايه؟ كانت بسبب اكتيفيشن للراس اللي هو نتج عنده اكتيفيشن واكسكريشن الالدوستيرون والاي دي اتش اللي دخلوا لي صوديوم وميه لجسمنا، تمام كده؟ تمام.
تاني حاجه هتعملها لي ايه التيوبلر سيلز؟ ان هي زي ما قلنا بتكسكريت كريات. احنا قلنا الكريات حصل فلتره لشويه كريات قليلين، الباقيين مشيوا في الدم، فهو الليفل بتاعه على في الدم. بس لحزن الحظ الايه الخلايا بتاعت التيوبولز قادره انها تري اكسكريت شويه منه، فهتاخد شويه من اللي موجودين في الدم دول اللي هم عليوا في الدم، هتاخدهم ولعنده لهم اكسكريشن ومرجعاهم تاني ومنزلاهم في التيوبولز ومنزلهم لي على اليورين. حلو كده، نتج عن كده ايه؟ كميه الكريات اللي في الدم قلت، لان خدت شويه منهم عملت لهم اكسكريشن، بس ستيل هي عاليه بس اكيد اقل من اليوريا. تمام، لان هما الاثنين عدى منهم شويه ما تفلتروش، فهم الاثنين عاليين دلوقتي. جينا على اليوريا زودناها في الدم لان عملت لها ري ابزوربشن، وجينا على الكريات قللناه لان عملت له اكسكريشن. فلما نيجي نحسب حاجه اسمها بلاد يوريا نيتروجين للكرياتين الريشيو، اللي هي الريشيو دي بتبقى في البري رينال كوز اوف اي كي اي بتكون اكتر من 20 لواحد، يعني تقريبا كده كل 20 جزء من اليوريا في البلاد قصادهم واحد بس من الكريات. تمام، عشان نفهم الرقم ده جه منين، والرقم ده مهم جدا وبيساعدني في حل الكيسز. تمام كده، تمام، نكمل الحكايه بتاعتنا. نيجي بقى دلوقتي كده نشوف ايه اللي هينزل عندي في الايه في اليورين بتاع الشخص ده. الشخص ده نيجي اول حاجه امسكها الميه، الميه موجوده فين؟ الميه موجوده في دمه، كميه قليله جدا نزلت ليه؟ لان حصل لها ابزوربشن بطريقتين، اول طريقه كانت للراس اللي هي الالدوستيرون، وتاني طريقه انها مشيت ورا اليوريا. فنيجي تحت في اليورين مفيش ميه خالص، فاليورين يكون ايه؟ يكون كونسنتريتد، فالاوزمولاريتي بتاعته تكون عاليه جدا والسبيسيفيك جرافيتي عاليه جدا، ده بالنسبه لليورين. نيجي على الصوديوم زيه زي الميه، حصل له ري ابزوربشن ومشي ورا الميه، يبقى في عندنا في الايه في اليورين صوديوم قليل جدا. نيجي نحسب حاجه اسمها بقى ايه فراكشنال اكسكريتد صوديوم. ايه ده؟ ايه الكلمه الغريبه دي؟ الفورمولا بتاعتها عندكم في الكتاب بس مش مهمه. ده بنشوف الصوديوم اللي نزل في اليورين على الصوديوم اللي موجود في البلازما بالبلدي كده، بشوف قد ايه صوديوم اتفل حصل له اكسكريشن من الصوديوم المتفلتر. يعني مثلا انا عندي مثلا في جسمي مثلا، دي ارقام غلط طبعا، انا بس بقول لكم مثال عشان تفهموا. لو انا مثلا عندي 20 جزيء صوديوم هنا، تمام، انا هفلتر منهم 10، ماشي، بشوف بقى العشرة دولت كام منهم حصل لهم اكسكريشن وكام حصل لهم ابزوربشن تاني دخلوا على الدم. حلو كده، حلو كده. طب متوقعين البتاع دي بقى هنا ايه؟ يعني اللي حصل له اكسكريشن قد ايه من اللي حصل له فلتره؟ قليل جدا جدا، زي ما قلنا هو كله دخل حصل له تاني دي ابزوربشن وبطريقتين مش بطريقه، فكميه الصوديوم اللي اكسكريت قليله جدا جدا، فلاقي الفراكشنال اكسكريت الصوديوم ده بيكون اقل من واحد. ده بس عشان نفهم ارقام اللي موجود عندنا في الجدول. ده كده باختصار الباثوفيسيولوجي بتاع البريدين، ان شاء الله نكونوا فهمناه كويس. لو حد حابب برضو يوقف ويعيد تاني يعني يعمله، ويعني زي ما قلنا ده مش اجبار ان احنا نفهمه بس هيساعد جدا يعني. تمام، نيجي بقى على الباثوفيسيولوجي بتاع الرينال كوزس. نيجي على الكدني، هنا فيها مشكله؟ ايوه طبعا، اهمها قلنا اهم سبب كان اسمه ايه؟ الاكيوت تيوبولار نيكروزس. زي ما قلنا ايه اللي حصل فيه؟ الخلايا بدات تموت. لما الخلايا بدات تموت بدات كانها تقشر كده وتتجمع لي جوه التيوبولز، تقع تعمل ايه؟ تعمل لي كلومب اللي هي في صوره كاست، كانها حاجات مجمعه كده واخده لي شكل التيوبولز. تمام، زي ما قلنا الكاست دي بتسد التيوبولز، فلما تسدها الضغط هنا في التيوبولز يعلى جدا، يفضل يعلى يعلى لحد ما يتنقل لايه؟ للجلوميرولس. زي ما احنا قايلين احنا معتمدين ان احنا بنفلتر ازاي؟ ان الضغط هنا اعلى من هنا، فالحاجات تتنقل من هنا لهنا. دلوقتي الضغط هنا عالي جدا، فالعكس المواد هتتنقل من هنا ترجع تاني على الدم، فينتج عن كده ايه؟ اليوريا والكريات يزيدوا في الدم. حلو، زادوا في الدم، عدوا لي في الافرنت، نزلوا هنا في الدم، رايحين على التيوبولز. يفترض ان التيوبولر سيلز تقوم بالوظيفه بتاعتها اللي هي ابسوربشن وسكريشن، بس هل هي هنا سليمه؟ لا، الخلايا هنا انجرد، لان احنا في عندنا نكروزس فيها، فلما تبقى انجرد لا هتقدر تابسورب المواد اللي هي المفروض تمتصها زي اليوريا وصوديوم وميه، ولا هتعرف تكسكريت مواد زي اللي اهمها مين؟ الكريات. فنتيجه لكده كميه اليوريا والكريات هتزيد جدا في الدم، بس اليوريا مش هتبقى زياده قوي قوي زي البريرينال. ليه؟ اللي كان بيزودها قوي قوي هنا كان عن طريق انها كان بيحصل لها ري ابزوربشن، بس هنا احنا مش عاملين ري ابزوربشن فهي مش هتزيد قوي، فعشان كده البلاد يوريا نيتروجين للكريات ريشيو بتبقى اقل من 15 لواحد. فهمنا دي هنا اعلى ليه وهنا اقل ليه؟ لان هنا الخلايا لسه سليمه فقدرت ري ابزورب فزودتها لي قوي قوي قوي، في نفس الوقت طلعت لي كريات فقلته قوي قوي. تمام، على عكس هنا، احنا هنا ما عملناش ري ابزوربشن اليوريا، فاليوريا لسه عاليه فين؟ لسه عاليه قوي في الدم، عاليه في الدم بس مش بليفل اعلى يعني زي البرينال. تمام، ان شاء الله الحته تكون وضحت يعني. تمام، نيجي بقى للحاجات دي كلها زي ما قلنا هينتج عنها ايه؟ ديكريز الفلتريشن ريت، لان البريشر هنا اعلى، الحاجات بقى بتعدي بالعكس من هنا لهنا، فده هينتج عنه ايه؟ اكتيفيشن برضو للراس. يجي الراس يدخل لي سولت وبيعمل ايه؟ يعمل لي سولت ووتر ريتينشن، يا خلايا بتاعت التيبيولز يلا ابزوربي مش عارفه تابزورب تاني، لان ايه؟ هي ميته اصلا، فالصوديوم والميه يفضلوا هنا ما يحصل لهمش ابزوربشن، ومعاهم مين؟ معاهم يوريا، كل ده ياخد بعضه كده وينزل فين؟ في اليورين.
نيجي نبص على اليوريا نلاقي انها ما حصلهاش ري ابزوربشن، فعالت جدا جدا هنا في اليورين. الميه برضو ما حصلهاش ري ابزوربشن هي والصوديوم، فهنلاقي ان اليورين بتاع الشخص ده بيكون دايلوتد، الاوزموليتي بتاعته قليله جدا، والسبيسيفيك جرافيتي برضو قليله جدا، وكميه الصوديوم الموجوده هنا هتبقى عاليه، فالفراكشنال اكسكريتد صوديوم هيبقى اكتر من واحد، يعني الصوديوم اللي كان بيبقى اكسكريتد من الفلترد كميته اعلى من المتوقع بالنسبه لي، لان احنا من فلتر زي ما قلنا جزء متوقعين يحصل ابزوربشن لجزء منه، هنا لا كل اللي اتفلتر نزل عندي. فالفراكشن اكسكريت الصوديوم هنا بيكون اكتر من كام؟ اكتر من واحد. ان شاء الله ان شاء الله نكون فهمنا الموضوع ده كويس، يعني عشان السلايد دي مهمه جدا. هساعدنا بقى نفهم الجدول ده، ده بقى فرق لي ازاي الشخص جالي باوليجوريا. احنا قلنا الاي كي اي ديفينيشن بتاعها كان شخص اوليجوريك اقل من نص ملي بالكي جي باور لمده 6 ساعات، فهل هو بقى برينا ولا رينا اللي هي الاكيوت تيوبال نكروزس؟ نعمل يون اناليسز نشوف الحاجات دي، ودي هي اللي هتساعدنا افرق ازاي اذا كان هو برينا ولا رينال. تمام، ان شاء الله نكون فهمناهم كويس وما يغلبوناش. ده بقى كل الحاجات اللي احنا اتكلمنا فيها لحد دلوقتي اللي هي الاسباب والباثوفيسيولوجي بتاع الاكيوت كيدني انجري، سواء كان بري رينال او رينال او بوست رينال. وجينا في الرينال هي اللي اتكلمنا فيها شويه زياده، قلنا اهم سبب فيها كان التيوبولز والانترستيشال ديزيزز اللي هي كان اسمها انترستيشال نيفرايتس واكيوت تيوبولار نيكروزس، وقلنا اسبابها ايه. اسبابها زي ما قلنا كانت مينلي اسكيميا، ثاني حاجه كانت نيفروتوكسنز زي الكونتراست واخدناها وميديكيشنز، وعندكم جدول كبير كده مكتوب في الكتاب، اعرفوا كام دوايين كده وخلاص مش مهم نعرفهم كلهم يعني، او هيمولوسيس او رابدوميلايسيس او ميلوما. فكره الميلوما بقى ايه، بيبقى عندنا ابنورمال بلازما سيلز بتطلع لي ابنورمال بروتين اسمه بنس جونس بروتين. البروتين ده بيروح هو كمان يبروسيبيتيت في التيوبولز بتاعه الكدني ويسدها لي فيعمل له ابستراكشن، نفس الميكانيزم برده بتاعه المايجلوبين. تمام، والهيمولوسيس برده نفس الميكانيزم، الار بي سي بتتكسر فبيطلع منها الايرون والهيموجلوبين، فالهيموجلوبين برده يروح ويترسب في التيوبولز ويسدها. يعني دول كده نفس الفكره، بس يعني اللي بيختلف بس الماده ترسب ايه وتقفل التيوبولز. تمام، واخدنا التيومر رايس سيندروم، قلنا المشكله فيها بتكون مين في اليوريك اسيد والكالسيوم فوسفيت كريستالز، ولو انفكشن برده ممكن تعمل لي المشاكل دي كلها. واتكلمنا برده على البوست رينال كلمه بسرعه كده خفيفه لانها ما فيهاش كلام كتير اصلا. تمام، طيب هل بقى شخص ممكن يجي له كذا نوع من الحاجات دي كلها مع بعض؟ يعني شخص ممكن يجي له بري رينال مع رينال مع بوست رينال عادي، وده بيختلف على حسب ايه، على حسب الشخص نفسه سسبتبل لايه. بمعنى هل الشخص صحته كويسه ولا هو عنده ديزيز معينه مخليها عرضه ان يجيله كذا حاجه؟ هل هو مثلا كبير في السن ولا دايبيتك ولا سي كي دي ولا معاه اي كونيك ديزيز سواء كان هارت او لونج او ليفر او دي هايدريتد، على حسب الحاجات دي كلها. تاني حاجه اكسبوجر، الشخص ده اتعرض لايه، ايه هي الحاجه اللي هو اكسبوزد ليها دخلته في اي كي اي. هل مثلا كان سيبسز، السيبسز ده ممكن يدخله زي ما قلنا في ايه، السيبسز بيعمل فازودايليتيشن فيدخل عندي في هايبوفوليميا، الهايبوفوليميا يبقى فوليوم ديبليتد يدخل عندي في بريرينال، والله ده هو كده دلوقتي بريرينال، لو ما اتعالجش وكمل معايا يحصل ايه، يحصل اسكيميا يدخل في اكيوت تيوبولار نيكروزس فدخل برده في رينال. تمام، فده بيكون برده على حسب الحاجه اللي الشخص بقى اكسبوزد ليها. ودي بقى المين باثوجينيسيس، ازاي اي حد جاله اي كي اي ازاي حصلت الاي كي اي. زي ما قلنا شرحنا فيهم كذا واحده، ان مفيش البيفيوجن كان قليل فنتج عنها اسكيميا، او هيبوكسيك انجري في الخليه ماتت وعملت له اوبستراكشن، والحاجات دي كلها بقت كانها على معظم. ايه بقى اللي يحصل للشخص اللي جاله اي كي اي؟ باختصار كده الكتني مش هتقوم بالوظيفه بتاعتها، زي ما قلنا كانت بتحافظ لي على الاسيد بيز بالانس، فالشخص هيجيله ديستربنس ممكن يدخل عندي في ميتابوليك اسيدوزس، كانت بتحافظ لي على الفلويد، كانت بتطلع لي يورين وتحافظ لي على الفلويد اللي موجود في جسمي، دلوقتي هي مش شغاله مفيش يورين بيطلع، كميه الميه هتجمع في جسمي ويحصل عندي فلويد اوفرلود، يبان في صوره بالمونر ايديما سيفير لورلين بايديما، الحاجات دي كلها. كانت برضو بتظبط الكترولايت، يبقى عندي الكترولايت ديستربنس، يبقى زي مثلا هايبركاليميا زي ما قلنا، هايبوكالسيميا، والحاجات دي لها مخاطر كتيره جدا. عندنا حاجه اسمها يوريميا، اليوريا والكريات اللي رجعوا تاني عندنا في الدم دول، مشكلتهم بس ان مش الرقم مضايقني، لا هما مضايقني علشان بيروحوا يعملوا الايريتيف مانيفيستيشن في اي حته، يروحوا في الجي اي تي ايريتيت الجي اي تي ميكوزا، يعملوا لي يوري، يعملوا لي فوميتنج، يعملوا لي ايه انوركسيا، يعملوا لي نوزيا، يروح على البليتلت يبوظوا الفانكشن بتاعتها، ما يعرفش نعمل ادهيجن فيحصل الشخص ده بليدنج، يروحوا برضو على السي ان اس يبقى عندنا ديستربد سنسوريا، مش شخص مش في وعيه، كل الحاجات دي مانيفيستيشن بتاعت ايه، بتاعت الاي كي اي. وبكده الحمد لله اتقل جزء في المحاضره خلص، ان شاء الله تكونوا فهمتوا كويس، يعني ده اهم جزء حرفيا، اللي هيفهمه بقى اللي جاي كله كلام يعني ان شاء الله سهل جدا، بنطبق بس وبنستنتج مع بعض ايه الحاجات اللي بتحصل معانا. دلوقتي بقى هنتكلم عن الدياجنوستيك ابروتش، يعني ايه دياجنوستيك ابروتش؟ البيشنت داخل عليا انا همشي معاه ازاي علشان اشخص ازاي هو اي كي اي، او الاول اصلا محتاج اعرف هل هو اي كي اي ولا لا. طب ممكن الشخص ده مش اي كي اي، ممكن اصلا هو سي كي دي، اعرف ازاي؟ ببساطه جدا ممكن شخص يقول لي انا سي كي دي، انا عندي فشل كلوي، ببساطه ممكن شخص يقول. تاني حاجه الشخص ده لو كان خلاص شخصته اي كي اي، هو انهي نوع منهم، هو البري رينال ولا الرينال ولا البوست رينال، خلاص شخصته انهي نوع، سيفير بقى لدرجه قد ايه، اعالجه دلوقتي احجزه في المستشفى
في عنبر عادي، ادخله اي سي يو، اعمل له ايه بالظبط؟ تمام. الحاجات دي كلها مهمه عشان ايه؟ نمشي في الابروتش بتاعنا. اول حاجه بنعملها طبعا لاي بيشن داخل عليه العياده هي الهيستوري. تمام. ونبدا اول حاجه نعمل اناليسيس كويس كده الكومبلينت اللي هو عطاها لي، الاونسيت والكورس، السيمتومز اللي عنده بدا من امتى. قلنا اهمها بسبب بتكون بسبب ايه؟ الوريم اللي عملت لي اريتيشن زي فوميتنج ونوزيا وانوركسيا وديستربنس سوديوم. الحاجات دي بدا معاه من امتى؟ والله معاه على طول بقى فتره طويله، ممكن يبقى سي كي دي، لا لسه جد عليه، ممكن تبقى اي كي اي. اسال على اليورين اوتبوت، ده مهم جدا، بتنزل كميه يورين قد ايه؟ المعتاده بتاعتك ولا قليله فهو اوليجوريك، ولا كتيره فهو بوليوريك. الاوليجوريا مين اللي بتحصل في الاي كي اي، البوليوريا مين لي سي كي دي. تمام. فلما سالت سؤال واحد عرفت انا مين لي ماشي في سكه ايه. بس في اكسبشنز طبعا، يعني الاي كي اي قلنا انها بتكون اوليجوريك، بس اخذنا اكسبشن معانا اللي هي ايه؟ الريكفري فيز بتاع مين؟ بتاع الاكيوت تي ولا النكروز اللي قلنا محتاجين نعوضه فيه كويس جدا عشان ما نعيدش السايكل تاني. السي كي دي برضو قلناه بيليوريك، لكن في اكسبشن ان هما في الاند ستيج متاخر خالص خالص بيكونوا اوليجوريك. تمام كده. ده بالنسبه للتشين بتاع اليورين اوتبوت. نشوف برضو نساله اليورين بتاعك اخباره ايه، لونه متغير، لونه متغير يعني شايفه معكر كده شويه، معكر ده ممكن يفكر في يو تي اي وطلعت لي على الرينر فوق فعملت لي بايلونيفرايتس اللي هو الابر يو تي اي. بايلونيفرايتس اصلا دي حاجه يعني الانفلاميشن اللي فوق ده كفيل ان هو يعمل لي انجري في التوبيولز ودخلني في اي كي اي. لون البول بتاعك متغير يا حاج، طب متغير ليه؟ لو كان غامق شويه احنا خدنا من شويه كان في حاجه اسمها كولا كولر ديورين اللي هي في المايوجلوبينز اللي هو في حالات الرابدومايلايسيس. في برضو اخدته في درس الجوميونيفرايتس بيكون معاهم هيماتوريا بسبب السمورفيك ار بيسيز اللي موجوده في الايه في اليورين. تمام. ده برضو يديني كلو بقى هو ماشي في سكه ايه. نسال برضو يورينيشن اخباره ايه، بتعمل بسهوله ولا حاسس ان في حاجه سد السكه؟ حاسس ان في حاجه سد السكه فكر في الايه، حاجات الاوبستراكتيف ليجنز اللي هي البوسترينال. تمام. اسال برضو على هل عمل اي تحاليل كلى قبل كده، هل اتحجز في مستشفى او عمل جراحه، لان مين اللي في الحالات دي بيعمل تحاليل كلى؟ فشوفها والله لو كانت التحاليل بتاعته كويسه زمان دلوقتي عاليه يبقى دي اي كي اي، لا التحاليل بتاعته كانت عاليه زمان دلوقتي اعلى يبقى ده مين لي سي كي دي وبيتدهور. تمام. اشوف برضو سيمتومز اوف ذا كوز، الشخص جاي لي سخن، جاي لي معاه فوليوم ديبليشن، جاي لي معاه راش، الحاجات دي كلها بتعمل لي فاز ودلاتيشن وتقلل لي الفوليوم ويدخلني في بيرينا الاي كي اي. لا ممكن برضو فالوقت يعني ايه انا عارفه ان هو اي كي اي، ممكن يكون جالب سيمتومز اوف دايبيتس ميليتس او لوبس او هايبرتنشن، الحاجات دي بتعمل لي سي كي دي، فده برضو بتساعدني اعرف الكوز اللي عنده، هيساعدني برضو افرق اذا كان هو اي كي اي ولا سي كي دي. اسال عنده على الريسك فاكتورز بتاعه الاي كي اي والسي كي دي، زي ما قلنا في الاي كي اي بيرجع، بيسهل، اتحرق، فقد كميه دم، نزف، عنده سيروزس، عنده كارديت بروبلم، كل الحاجات دي دخلني في اي كي اي. هل عنده هايبرتنشن، دايابيتس، الحاجات دي برضه تعمل لي سي كي دي. اسال على الديزيز دي موجوده عنده ولا لا، الدراج بتاعه ايه، هي الدراجز اللي هو ماشي عليها، هل في دراج جديد هو ضافه اخر فتره ممكن يكون هو السبب هو دخله الاي كي اي. الفاميلي هيستوري، هل اي حد عنده من العيله عنده ديزيز معين، هيباتايتس بي، هيباتايتس سي، ليه؟ لان دوت ممكن يعملوا لي كوليمونيفرايتس سكندري، فاسال عليهم برضه. بعدين نبدا نعمل اكزامينيشن، ده برضه هدفي ان انا افرق اعرف اذا كان الشخص اي كي اي ولا سي كي دي. هشوف عندي برضو هل الساينز بتاعت السي كي دي موجوده ولا لا، اهمها يورينيك فيشز اللي هو الشخص بيكون عنده مودي فيس زي ما احنا شايفين كده، وش تحس وشه مطرب كده، او عندهم سكراتش ماركس دي بتكون بسبب الايه، اليوريا راحت رسبت في الجلد وعملت لي اريتيشن فيبدا يهرش كده فنلاقي سكراتش ماركس على جسمه، او هاف اند هاف نيلز اللي هو ايه اللي احنا شايفينه في الصوره دي، البروكسيمال بورت بتاع النيل بيكون لونه ابيض وبيل، ده بيكون بسبب الانيميا اللي عنده لان هو سي كي دي. الجزء الديستال بيكون لونه اصفر كده، ده بيكون بسبب اليوروكروم بيجمنت، دي بيجمنت مسؤوله انها تعمل لي اللون الاصفر بتاع اليورين، هو دلوقتي الكدني مش شغاله فالبيجمنت دي حصل لها ريتينشن في جسمه فهي اللي عملت لي اللون ده في النيلز. تمام. اسال برضو هل عنده بون تندرنس ولا لا، الناس اللي هم السي كي دي بيكون معاهم مشاكل في البون بسبب بقى اكتيفيشن الباراثايرويد تبدا تعمل لي دي مينراليزيشن البون، الحاجه دي ان شاء الله نكون اخدناها في السي كي دي. تمام. ابص برضو على الفوليوم ستاتس بتاعته، هل هو قدامي دي هيدريتد ولا هو اوفرلودد. تمام. الساينز اوف ذا كوز زي ما قلنا برضو ممكن يكون معاه مالر راش فعرف ان هو مثلا لوبس، فاللوبس مع كده فممكن يكون سي كي دي. تمام. اطلب بقى التحاليل بتاعتنا، اطلب سي بي سي، ممكن انا عنده انيميا اوف سي كي دي اللي هي تبقى نورمال نورمال انيميا، اطلب طبعا طبعا رينال فانكشن تيست، واشوف حاجه اسمها ريشيو تو سيمتومز، بمعنى ايه؟ الشخص دلوقتي جالي برينال فانكشن تيست، ابص عليها وابص اشوف الشخص نفسه اخباره ايه قدامي، ممكن الرينال فانكشن تيست تكون ارقامها مش عاليه قوي، مش عاليه قوي، لكن هو معاه سيفير سيمتومز. تمام. ده ممكن يقول ان هو اي كي اي. العكس ممكن الارقام تكون عاليه جدا جدا لكن هو ما معهوش اي سيمتوم، ده ممكن يبقى سي كي دي وده البيز لاين بتاعه، يعني هو مثلا ارقامه عاليه فجاه لما تشخص ان هو سي كي دي وسبت على كده، فده بيكون البيز لاين بتاعه، يعني ده الطبيعي بتاعه. تمام. فمهم ان انا اربط التحاليل اللي قدامي نتيجتها بالكلينيكال بيكتشر بتاعه البيشنت اللي هو جاي بيه. تمام. ابص برده على الماركرز بتاعه السي كي دي والمينرال بون ديزيز،
تمام. زي ما قلنا الناس اللي هم السيكي دي بيكون معاهم هايبوكالسيميا وهايبرفوسفاتيميا، فبنتج عند كده اكتيفيشن للباراثايرويد، تطلع لي الباراثايرويد هرمون اللي يبدا يعمل دي مينرايزيشن للبون، وسايكل طويله كده نبص عليها برده هتساعدني اعرف اذا كان شخص اي كي اي ولا سيكي دي. اعمل يورين اناليسز، والله لو لقيت فيه اكتيف سيدمنت زي مثلا لقيت كوست، لقيت ار بي سيز، لقيت هيفي بروتينوريا، الحاجات دي كلها ماشيه ان هو اي كي اي مش سيكي دي خالص. تمام. اعمل برضو الترا ساوند بتساعدني اشوف هل في اوبستراكشن ولا لا، بعرف ازاي ان في اوبستراكشن، هلاقي الكدني مليانه ميه، في اوبستراكشن يعني الكدني مش عارفه تفضي اليورين بتاعها، فاليورين كله متجمع في الكدني، فاعمل لي حاجه اسمها هيدرونيفروزس. تمام. بشوفها في الالترا ساوند. تماما هلاقي سمول كيدنيز، الكدني الاثنين بيكونوا صغيرين واتروفيك والكيدنيز بتاعتهم بتكون عاليه جدا، ده بيحصل في الناس اللي عندهم سي كي دي، الكيدنيز بتاعتهم بتبقى اتروفيك ما عادتش بتشتغل خالص، فبتبقى اتروفايد وبتصغر جدا جدا جدا. تمام. في حاجات تانية ممكن اطلبها، ممكن اعمل بايوبسي. طب اعمل امتى بايوبسي؟ لو طلبت الحاجات اللي فاتت دي كلها مش عارفه اوصل لسبب، مش عارفه اوصل هو ليه الشخص قدامي كده، فهعمل بايوبسي دي اول حاجه. تاني حاجه لو كان مع اكتيف يورين سيدمنت ممكن يكون جي ان، فاعرف النوع بتاعها ايه. ممكن برده لو عنده سيجنيفيكانت نيو بروتينوريا او هيماتوريا، ده برده الجي ان، فمحتاج اعرف الباثولوجي بتاعه ايه. حاجات تانية برضو ممكن اعملها بقى لو على حسب الشخص بتاعي حالته ايه، ممكن اطلب له سيبس ورك اب لو الشخص اللي قدامي مثلا كان فيفرش خالص وطلبت له سي ار بي كان عالي جدا، فانا هنا شاكك في سيبسس، ممكن اطلب بلاد كلتشر واطلب له مثلا كلتشر كمان على حسب السيبتك فوكس، انا شاكك مكانها فين، مثلا شاكك ان هو شيست انفكشن فاخد من سبيوتم اعمل سبوتم كلتشر وهكذا. اعمل سي بي سي، اعمل يوريك اسيد زي ما قلنا بيعرف حالات مين، في حالات التيومر رايس سيندروم، اشوف الالكترولايت بتاعتنا اخبارها ايه، الصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم والفوسفورس، وبيتغيروا جدا جدا في الكيدني ديز اوردرز، ومهم نعمل لهم مونيتورنج. تمام. واشوف برده سيرولوجي للايوتو اميون ديزيز، لانها زي ما قلنا ممكن تبقى السبب عندنا اصلا في الاي كي اي، زي اللوبس، زي الهيباتيتس سي فيروس، الهيباتيتس بي، والحاجات دي كلها. تمام. خلصنا بقى الانفستيجيشن بتاعتنا، نيجي بقى ايه نتعامل ازاي مع البيشنت بتاعنا لما يدخل. تمام. ابروتش صغير كده. اول حاجه البيشنت جاي لي زي ما قلنا الاي كي اي بيبرزنت بايه، مفيش سيمتومز، مين لي لاب ريزلت، فالشخص جاي لي معاه ورقه في ايده بتقول ان هو عنده اوليجوريا ومعاه يوريا وكريات عاليين في الدم. اول حاجه نعملها نعمل ايه اللي عملناه من شويه، ناخد هيستوري كويس، نعمل اكزامينشن كويس، ونبص على التحليل بتاعته ونساله يا حاج انت اوليجوريك ولا لا، على حسب اجابته هنمشي في سكه من سكتين. تمام. والله قال لي انا عندي اوليجوريا، انت عندك اوليجوريا فانت دلوقتي اي كي اي، مينلي اي كي اي. اي كي اي بقى في عندنا ايه، في عندنا بريرينال ورينال وبوسترينال. نبص اول حاجه على الفوليوم بتاع الشخص ده، ديبليتد ولا لا، الشخص دي هايدريتد ولا لا. البريرينال والرينال قلنا الكوزس مينلي الشخص كان بيبقى دي هايدريتد، على عكس البوسترينال الشخص اصلا بيبقى دي سكه مسدوده فمش بيفضي، فبالعكس الدنيا عنده منفخه لان هو ما بيفضيش. فانا ابص على جسمه هل هو ديبليتد ولا لا، لو كان ديبليتد يبقى انا عندي حاجه من اتنين، يا اما بريرينال يا اما رينال. افرق ازاي؟ اعمل لي يورين اناليسز، والجدول بتاعنا اللي احنا اخدناه من شويه هيفرق لي بينهم الاثنين. حلو كده. حلو كده. في عندنا حاجه كمان بقى مهمه، وديت مين اللي اصلا بيعتمد عليها في الكلينيكال براكتس، اللي هو ريسبونس تو فوليوم ريبليسمنت. الشخص قدامي انا مش عارف هو بريرينال ولا رينال، والله هدي له فلويد كتست كده اشوفه بيستجيب لي ولا لا، لو اتحسن يبقى بريرينال، لو ما اتحسنش يبقى اسكيميك اكيوت تيبولار نيكروز اللي هي الايه، اللي هي رينال مينلي. تمام كده. ده بالنسبه للشخص لو كان اوليجوريك والفوليوم بتاعه ديبليتد. طب الشخص لو كان اوليجوريك ومعهوش فوليوم ديبليشن، يعني هو اوليجوريك وبيخزن ميه في جسمه، او اوليجوريك ومش بيخزن ميه في جسمه وعادي معهوش اوليجوريا، فانا دلوقتي شاكه في ايه، شاكه ان الشخص ده يكون عنده سيكي دي، او شاكه برده ان هو يكون عنده بوسترينال. تمام كده. ما هي الدنيا مسدوده هينزل ازاي فهو معاه اوليجوريا. نعمل في الحالتين دول نعمل الترا ساوند. لما ببص في الالترا ساوند والله لقيت الكيدنز الاثنين سمول واتروفايد، افكر في سي كي دي، لقيت في عندي هايدرونيفروزس يعني الميه متجمعه في الكلى، يعني الكلى كويسه وكونت بول بس ما نزلش، اتجمع فيها، يعني في ايه، يعني في اوبستراكشن، شيل الاوبستراكشن ده. لقيت الكيدنز حجمها كويس وكل حاجه، ممكن يكون في عندي جي ان او اي حاجه، في الحاله دي مضطر نعمل ايه، يورين اناليسز، وعلى حسب بقى النتيجه بتاعته هنبروسيد. عملنا يورين اناليسز بتاعنا وعلى حسب النتيجه بتاعته، والله لقيت فيه رينال تيوبولار سيلز وتيوبولار كاست زي اللي شفناها من شويه، كانت سدلت تيوبولز في حالات الاكيوت تيوبولار نيكروزس، ابدا اعالجه اللي هو ايه، مينلي اوقف النيفروتوكسين اللي كان عمله، سواء كان عنده ريبدومايلايسيس سواء كان اخذ دواء معين، الحاجات دي كلها اوقفها وان شاء الله الشخص هيتعس. تمام. لقيت ايزونفيليا، لقيت وايت بلاد سيل كاست، ايزونفيليا دي بتاعها في حالات الايه، الالرجي، يبقى ممكن يكون دخل في الرجيك انترستيشن نيفرايتس زي ما خدنا من شويه، كانت بتحصل بسبب ان الشخص اخذ دواء مثلا زي النون ستيرويدال او انتيبيوتيك معين هو اللي عمل الالرجي دي، في الحاله دي محتاج اعمل ايه، وقف الدواء اللي هو اخده ده واديله كورتيكوستيرويد وان شاء الله هيتحسن. لقيت في اليورين ار بي سي كاست وبروتينوريا،
فكر في ايه، فكر في جلومينيفرايتس، خد بايوبسي وشوف اللي هتطلع نوعها ايه معاك، وعلى حسب نوعها عالجها. ممكن برضو المالتيبل مايلوما بتعمل لي بروتينوريا هيفي جدا، فلو شك فيها اعمل حاجه اسمها سيروم ويورين اميون الكتروفوريسيس علشان اشوف الابنورمال بروتينز اللي ايه البلازما سيل بتصنعها في حياه المالتيبل مايلوما. تمام، لو لقيت عندي بوزيتيف هيموجلوبين بالدبستيك افكر ان انا في عندي ايه، يا مثلا في عندي هيموجلوبين، يا مثلا عندي مايجلوبين، يا مثلا عندي هيموليسيس فمنزل هيموجلوبين، يا مثلا عندي رابدومايولايسيس فمنزل مايجلوبين. تمام، في الحاله دي محتاج ان انا ادي فلويد كتير جدا 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 علشان اساعد اكسكيشن بتاع المادتين دول علشان ما يترسبوش في الكيدني ويدخلوني في اي كي اي، زي ما كانش اصلا دخل في اي كي اي. تمام كده، والسبورت مانجمنت بتاعنا هنعمله وعلى حسب الكوز اللي وصلنا له هنعالج البيشنت بتاعنا. في بقى وصلنا بقى دلوقتي ان احنا محتاجين خلاص شخصناه اي كي اي، محتاجين بقى نحطه في انهي ستيج، هو اي كي اي بدري، اي كي اي سيفير في الاخر، هيقلب خلاص سي كي دي، اي كي اي في النص، يعني ايه هو اي كي اي بس ايه. تمام، ففي كلاسيفيكيشنز كتيره جدا، اهمها الثلاثه دول، الرايفل كلاسيفيكيشن والاي كي اي ان كلاسيفيكيشن والكيديجو كلاسيفيكيشن. تمام، الكيديجو والاي كي اي ان الاثنين دول عباره عن ثلاثه ستيجز بس، واحد واثنين وثلاثة، لكن الرايفل هي خمسة ستيجز، واحد واثنين وثلاثة واربعة وخمسة. في الحقيقة اربعة وخمسة الاثنين دول مش بيعتبروهم ستيجز، تمام، ما بيعتبروهم حاجة بروجنوزس، اللي هو ايه احنا لحد هنا اخرنا اي كي اي. تمام، من اول اربعة وخمسة دولت احنا دولت اصلا سي كي دي. تمام، احنا دلوقتي سي كي دي مش اي كي اي. تمام كده، تمام. المهم، هل الارقام دي كلها مهمه؟ لا ان شاء الله مش مهمه عليكم، مش مهم تعرفوها، بس يعني شويه ممكن نعرف مين الرايفل كلاسيفيكيشن دي، فهنقولها بسرعه بالتفصيل وحاجه تسهل حفظها عليكم. قلنا اسمها رايفل، وجايبين اسمها منين؟ اللي هو اختصار الحروف الاولى من الخمسه ستيج بتوعنا. اول ستيج اسمها ريسك، بعدين انجري، بعدين فيلير، بعدين لوس، بعدين اند ستيج رينال ديزيز. زي ما قلنا الاثنين دولت، الاثنين دول ما يعتبروش ستيج اصلا من اي كي اي، دول اي كي اي بروجريس وداخل خلاص على سي كي دي. تمام، فدول ما لناش دعوه بيهم. احنا دلوقتي نتكلم على ستيج واحد واثنين وثلاثة في الرايفل، اللي هما الريسك والانجري والفيلير. تمام، نعتمد على ايه علشان نكلاسيفاي الاي كي اي ده؟ على ثلاث حاجات، اول حاجة الكرياتينين اللي موجود في الدم، تاني حاجة الجي اف ار، الكلية بتفلتر معدل قد ايه، واليورين اوتبوت بيطلع يورين قد ايه. لو بدأنا اول حاجة بالكرياتينين كليرنس، هنلاقي ان هو في الريسك في الاول خالص الليفل بتاع الكريات في الدم بيزيد تقريبا واحد ونص مرة النورمال فاليو بتاعتنا. يعني مثلا الشخص لو الكريات بتاعه نورمال واحد، ففي اول ستيت خالص اللي هي الريسك الكريات هيزيد واحد ونص مرة في الواحد، اللي هو تقريبا هيبقى اتنين ونص. تمام، نجي بقى تاني ستيت الكريات يعلى اكتر، اللي هو تقريبا مرتين نورمال، مرتين النورمال الرقم بتاعه. تمام، الفيلير لا يزيد اكتر، يبقى ثلاث مرات تقريبا اضعاف الرقم العادي بتاعه. ده بالنسبه للكريات. الجي اف ار في الريسك بيقل بنسبه 25%، بعدين بيقل بنسبه 50%، بعدين بيقل بنسبه 75%. الاوت بوت اليورين بتاعه بيكون اقل من نص ملي بير كي جي بير اور. الاول خالص الحاجات دي بتكون لمده 6 ساعات بس، بعدين الدنيا تتدهور اكتر فتطول لمده لحد 12 ساعه، بعدين تتدهور اكتر فالمده توصل لحد 24 ساعه، او ان الشخص يكون انيوريك مش بيعدي اي يورين لمده قد ايه، لمده 12 ساعه. اخر تو ستيرس بقى زي ما قلنا انهم اصلا مش ستيرس، اللي هما اللوس والانتستيجنال ديزيز. ده بيكون حصل كومبليت لوس اوف ذا فانكشن، الكيدني خلاص مش شغاله تماما، مش شغاله لمده شهر، فنسميها خلاص اكتر من شهر عدت، يعني الشهر فنسميها لوس اللي هي ستيج 4، عدت 3 شهور ففي الحاله دي هنسميها اند ستيج رينال ديزيز. زي ما احنا شايفين كلاسيفيكيشن ان الرايفل دي واللي قبلهم اللي هما الاثنين التانيين الكيديجو والاي كي اي ان معتمدين على ايه؟ معتمدين على اليورين اوتبوت ومعتمدين على السيرم كريات. تمام، علشان اقسم، فقال لي ان هما الاثنين دول اصلا مش حاجه دقيقه قوي اكيوريت ان انا استعملهم ان انا احكم الشخص ده في انه ستيج من الاي كي اي. ليه يا سيدي الاثنين دول مش اكيوريت؟ قال لي اول حاجه الاوت بوت بتاعنا، احنا قلنا يعني معظم الحالات بتاعه الاي كي اي بتكون اوليجوريك، وزي ما احنا شايفين الكلاسيفيكيشن اللي فاتت كل الناس اوليجوريك، يعني كلهم اوليجوريك لمده مختلفه. تمام، يعني المده بس اللي تختلف لكن كلهم اوليجوريك. طب هتعمل ايه اذا كان الشخص اللي قدامك بوليوريك واي كي اي؟ مش احنا قلنا في حالات بتبقى يعني بتعملي بوليوريا اكسبشنز، زي مثلا الكفر ستيج بتاعه الاكيوت تيوبولار نيكروزس، في الحاله دي هحطه في انهي ستيج اذا كان اصلا كل الستيجز اصلا اوليجوريك، الشخص اللي قدامي بوليوريك، فانا مش عارفه احطه في انهي ستيج دلوقتي. تمام، دي حاجه ثانيه. الاوت بوت ده يعني ممكن يتغير، بمعنى الشخص ممكن يتحسن قدامي، لو كان مثلا بريرينال اهديله فلويد هيتحسن، هيبدا ينزل لي يورين، لكن ستيل الفانكشن بتاعته عاليه، الكريات عاليه شويه، اليوريا عاليه شويه، فانا برده مش عارفه يعني احطك فين برده. تمام، او ممكن برضو ان هو اصلا انا مش عارفه اسس كميه اليورين اللي نازله دي، بتبقى اكوريتلي اسسد بس في حاله الاي سي يو، لكن الناس اللي في العنبر او في البيت مش بيعرفوا يعني اسس الحاجه دي اكوريتلي. في العنبر عندنا بنقول البيشنت ايه يجمع البول بتاعه في ازازه او كده، فدي طبعا حاجه مش اكوريت بالمره. تمام، ليه بقى الكريات مش اكوريت؟ قال لي اول حاجه بياخد وقت شويه على ما يتغير، بمعنى الكيدني حصل فيها مشكله
المشكله تحصل النهارده، كمان ساعتين 3 4 5 كده الكلى تبدا يزيد. طيب افرض انت رحت مثلا عملت التحاليل للشخص في الوقت اللي هو كان اوريدي حصل عنده الدمج، لكن الكليات كان لسه معلاش، فانت كده حطيته في ستيج وهو في ستيج تانية، فده حاجه مش اكيوريت. تمام. تاني حاجه برضو ان هو اصلا ده اصلا جاي منين في جسمنا، ده نتاج تكثير المسلز، ففرض ان حد عنده مسل كتير جدا جدا. تمام. ففكره الزياده 3 من 10، واحنا خدنا في الديونيشن بتاع الاي كي اي في الاول خالص ان هو ايه، الكليات بيزيد 3 من 10 مللي جرام. تمام. فكرة اصلا هو عنده مصل ماس محترمه، فالرقم ده بالنسبه له ان هو يزيد دي حاجه عبيطه، يعني بالنسبه له مش زياده، على عكس مثلا واحده في ميل او حد كبير في السن ما عندوش عضلات خالص، فاصلا ان انا استنى ان يزيد عنده 3 من 10 في الكليات دي ممكن تبقى مصيبه بالنسبه له، ممكن الواحد من 10 بس زياده تبقى فارقه جدا وتدخله في اي كي اي. تمام. فبرده الكليات حاجه مش اكيوريت. بيقول لي برده ان الناس اللي عندهم فوليوم اوفرلود الكليات ده بيحصل له دايليوشن، فلما اقيسه يديني رقم اقل من الرقم الطبيعي بتاعه، فاحطه في ستيج غير الستيج بتاعته، فدول برده حاجه مش اكيوريت. وبما ان الاثنين دول حاجه مش اكيوريت، فده دفعهم ان هم يعملوا ماركرز تانية تعرفني اذا كان الشخص في اي كي اي ولا لا، اللي هو الجدول ده. مهم مش مهم خالص اطلاقا، نعرف بس ده عباره عن ايه. دول عباره كده عن شويه ماركرز، شويه بيتقاسوا في الدم في البلازما يعني، شويه بيتقاسوا في اليورين، شويه منهم بيقولوا لي ان احنا لسه في ستريس ما دخلناش في اي كي اي، شويه بيقولوا لي ان احنا دخلنا في اي كي اي بس ستيل فانكشنال مفيش حاجه ستراكشر باظت، شويه بيقولوا لي ان لا دخلنا في اي كي اي وفي دامج وفي حته باظت وفي خليه ماتت. طيب مهم نعرفهم خالص ولا اي حاجه؟ عدوا عليهم تماما. نعرف بس ان في حاجه دفعت الناس ان العلماء بقى ربنا يكون في عونهم ان هم يطلعوا الحاجات دي علشان اليوريا والكريات والاوتبوت ما كانوش دقيقين قوي. طيب هل ده يعني هم طلعوا الحاجات دي بيستعملوها؟ لا، هم السيل برضو بيعتمدوا على الكريات وعلى الاوتبوت، فيعني ايه فاكس خالص الجدول ده. عدوا. وصلنا بقى لاخر حاجه معانا تقريبا، هي المانجمنت بتاع الاي كي اي. الشخص اللي عنده اي كي اي ده هعالجه ازاي وهعمل له ايه؟ في عندنا اوتلاينز او اهداف كده ان انا لما اعالجه حاجات بركز عليها. اول حاجه ان انا اوبتمايز الفوليوم بتاعه. تمام. قلنا زي ما قلنا من شويه الموست كومن كوز كان بريدين، اللي هو سببه كان ايه؟ مفيش فوليوم، كان عنده فوليوم ديبليشن، ما جسمه مش صافي ما فيهوش دم ولا فيه ميه. خدنا بعد كده الرينال، اهم سبب فيها كان الاي تي ان اكيوت تيوبولار نيكروزس، واهم سبب فيها كان ايه؟ نفس السبب اسكيميا، مفيش بلود جاي للكيدني. فمهم جدا جدا ان انا اريستور البلود فوليوم بتاع الشخص ده. تمام. تاني حاجه لو كان ماشي على اي دواء نيفروتوكسيك اوقفه، يعني كفايه بقى كده، اعالج اي كومبليكيشن عنده زي هايبركاليميا والحاجات دي كلها. سبورتيف مانجمنت، ادي له فلويد اظبط يعني اللي هو ايه، وقاعد عندي في العنبر ادي له بقى حاجات بروفلاكتيك اجينست مثلا الكالسيوم والحاجات دي كلها. تريتمنت للريفرسبل كوز، لو مثلا كان عنده دايريا او فوميتنج هو اللي كان السبب في الايه في الحاجات دي كلها اعالجها له، واعمل الورك اب بتاعي بحيث اوصل للدياجنوز المحترم واعالجه له. اول حاجه واهم حاجه زي ما قلنا هي الهيمودينامك سبورت، ان انا ادي الشخص ده قدامي ايه، ان انا اديله فلويد. طيب الشخص قدامي دي هايدريتد وباين عليه ان هو دي هايدريتد ومعاها السيمتومز والساين بتاع الديهايدريشن، ففي الحاله دي هعوضه بفلويد بسيطه جدا. استجاب الحمد لله زي الفل، ما استجابش ممكن اضطر اديله مع الفلويد حاجه اسمها فازوبريسور علشان الفلويد دي تجيب نتيجه. تمام. طيب الشخص اللي قدامي والله انا مش متاكد اذا كان هو دي هايدريتد ولا لا، يعني انا مش عارف اديه فلويد ولا لا، تعمل ايه؟ جرب بالظبط كده، هنعمل حاجه اسمها فلويد تشالنج تيست، هديله 250 مللي كريستالويد ونشوف، والله يتحسن خلاص كمل عليه، ما تحسنش وقف. تمام. اخر حاجه الشخص اللي قدامي اوفرلودد هديله فلويد ليه؟ يعني هو على اخره اصلا، هو جايب اخره معايا، هديله فلويد ليه؟ فالناس الاوفرلودد مش منديهم فلويد. تمام. ايه بقى الفلويد اللي اديه وايه اصلا انواع الفلويد؟ في عندنا حاجه اسمها كريستالويدز وحاجه اسمها كولويدز. الكريستالويد ده عباره عن ايه؟ عباره عن شويه ميه وفيهم الكترولايت، فيهم صوديوم وكلورايد وبوتاسيوم وكالسيوم بايه بكونسنتريشنز مختلفه، ده الكريستالويدز. تمام. الكولويد بقى عباره عن مواد بتبقى بنحقنها الشخص بياخدها، المواد دي بتقعد في الدم تعلي لي الانكوتيك بريشر. الكلمه دي قلناها في الاول خالص في اول المحاضره مع الالبيومين، قلنا ان هو بيقعد كده في البلازما ليه وزنه كده يقوم ساحب كل المايه اللي من الجسم يدخلها عليه في البلود. تمام. دي فكره الكولويدز عامه. طيب انا الشخص ده بقى اديله كولويد ولا اديله كريستالويد؟ والله قال لي اديله كريستالويد. ليه؟ الكولويدز خليها لان في حاجات منها بتعمل مشاكل، فخليها الانديكيشنز معينه بتاعتها بس، بمعنى قد امتى الشخص البيومين؟ لما يكون ما عندوش البيومين، لكن في حال هو عنده البيومين وما عندوش مشكله فيه فخلاص عوضه بكريستالويد، مش لازم تعوضه بكولويد. تمام. دي الفكره يعني. فاحنا معانا هنبدا للشخص ده نديله ايه؟ نديله كريستالويدز. الكريستالويدز بقى نفسها فيها انواع، في عندنا السالاين اللي كلنا عارفينه اللي هو ال 0.9 ان اي سي ال ده، وفي عندنا حاجات تانية بيكون فيها يعني ايه، بيكون فيها كونسنتريشن من البوتاسيوم والكالسيوم اعلى شويه، دول اللي بنفضلهم بنسميهم بالانسد سوديوم سوليوشنز، بيكون فيهم صوديوم وفيهم كونسنتريشن محترم من البوتاسيوم والكالسيوم. طب بنحبهم ليه اكتر من السلاين؟ لان السلاين اللي هو عباره عن ان اي سي ال ده بس ممكن يدخلنا في حاجه اسمها هايبر كلوريميك ميتابوليك اسيدوز. دي ايه بقى؟
انا دلوقتي عمال اقد الشخص اللي قدامي ان اي سي ال، تمام؟ فالكلورايد في جسمه ده عباره عن انايون، ايون سالب، فقاعد يزيد جدا في الجسم، يزيد 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 يزيد. مين كمان عندنا انايون في الجسم؟ البايكارب. طب دلوقتي انا عندي كلورايد وعندي بايكارب والاثنين انايون، محتاجه اتخلص من واحد فيهم. انا عمال ادخل كلورايد، فالدم يعمل ايه؟ يشفت بايكارب جوه الخلايا، هيقوم شايل لي كل البايكارب، بيقول كفايه كده، الكفايه الكلورايد انايون موجود عندي في الدم، تعالي يا بايكارب ودخلها لي جوه الخلايا. دخلت البايكارب جوه الخلايا، ما عادتش موجوده في الدم، فانا الوقت دخلت في ايه؟ في ميتابوليك اسيدوزز، وفي نفس الوقت الكلورايد قاعد يعلى يعلى معايا في الدم، فانا معايا هايبر كلوريميك او هايبر كلوريميا. فالحاله دي اسمها ايه؟ اسمها هايبر كلوريميك ميتابوليك اسيدوزز. ان شاء الله تفهموها كويس واكتر في الكترولايت ديستربنس، تمام؟ نيجي بقى على الكولويد. زي ما قلنا بنديهم في حالات معينه، بمعنى ان الشخص مثلا بتوع الليفر ديزيز او اللي عندهم بيرن بيفقدوا البومين كتير، فانا محتاج المره دي اديهم البومين او البلاد. البلاد نفسه اصلا يعتبر كولويد. الناس اللي بتفقد يعني بتنزف، هي بتنزف هديها محلول الايصالين ليه؟ هي بتنزف اصلا، عوضها دم، يعني عوضها زي اللي فقدته، اديها دم تاني. في الستارش ده برده كولويد. في الحاله دي بقى مش مدي ابدا ستارش، لان يعني الستارش اصلا من مخاطره ان هو بيعمل لي اي كي اي، فهو الشخص اصلا قدامي اي كي اي اديله ستارش؟ اكيد لا. يبقى الستارش كونترول انديكيتد في حالات الاي كي اي. ده بالنسبه للسوليوشنز اللي انا هديها للشخص اللي قدامي. بعدين بقى اعالج الكومبليكيشنز اللي عنده. زي ما قلنا معرضين لهايبركاليميا باختلاف السبب بتاعها او الميكانيزم بتاعها كان ايه. هل البوتاسيوم ده طلع من المصل لما اتكسرت في رابدومايلايسيس، ولا طلع من كانسر سيلز لما ماتت بالكيموثيرابي في التيومر لايس سندروم؟ والله ايا كان البوتاسيوم ده جاي منين، انا عندي هايبركاليميا فاعالج الهايبركاليميا دي. وعالج الاسيدوزس. لو الشخص اوفرلودد اديله دايريتكس علشان تنزل الميه اللي متحوشه في جسمه دي، ما نفعتش يعمل له ايه؟ اعمل له دايليسيس، تمام؟ وتاني مأكد على النقطه دي، في حالات الريكفري فيز الناس البولي يوريك محتاجين نديهم اديكويت فلويدز علشان ما يدخلوش مني في هايبوفوليميا تاني، تمام؟ وعالج بقى الكوز لو ريفرسبل، بمعنى لو كان هو عنده سيبسز هو اللي عمل لي الاي كي اي، اديله بقى انتيبيوتكس، بس اخلي باقي الانتيبيوتك ده ما يكونش نيفروتوكسيك، شخص يكون عنده الرجي منه، يبقى انا كده بزود الطينه بله، تمام؟ تاني حاجه لو عنده اوبستراكشن شيل الاوبستراكشن ده، لو عنده جي ان على حسب بقى النوع بتاعه يديله التريتمنت بتاعه، ولو عنده تيبرو انترستيشال نيفرايتس زي ما قلنا مين بتبقى بسبب دروج هو اخده يعني فكان عنده الرجي منه، وقف الدواء ده وابدا يديله كورتيكوستيرويدز بجرعه صغيره وان شاء الله يستجيب عليها والدنيا هتبقى كويسه. ده بالنسبه للمانجمنت اوف كومبليكيشنز. نيجي بقى اخر حاجه معانا اللي هي رينال ريبليسمنت ثيرابي اللي هو الغسيل. امتى اغسل شخص جاي لباي كي اي؟ في عندنا انديكيشنز، ايوه في عندنا انديكيشنز، وعلى حسب هي موجوده ولا لا هنغسل الشخص ده. يعني مش بنغسل مش بمزاجنا او مش على حسب المتوفر، على حسب هو عنده حاجه مستدعيه ان هو يغسل ولا لا. اول حاجه معانا حاجه اسمها urgent indications، يعني ده محتاج اغسله في اقرب وقت. ايه هما بقى الحاجات دي؟ لو عنده electrolyte imbalance او acid base disturbance او volume overload بس مش بيستجيب للميديكال تريتمنت. مهمه النقطه دي جدا، لان الناس اللي عندهم electrolyte imbalance اخدنا من شويه هايبركاليميا من عليها الاول، والله عالجتها وخفت الحمد لله خير وبركه، ما خفتش اعمل ايه؟ اعمل دايليسيس، ما بداش بالدايليسيس، تمام؟ نفس الفكره برده متابوليك اسيدوز. ابدا اول حاجه مثلا جرب له بايكارب ممكن يستجيب عليها، فليه يضغط تعرضه للدايليسيس والكومبليكيشن بتاعته، تمام؟ لو ما استجابش اغسل له خلاص. لو معاه اوفرلود مثلا برمونال اديما او كونجستد نيك فينز مثلا او سيفير لور لمب اديما، ادي له برده دايريتكس، جه عليها خير وبركه، ما جاش في الحاله دي ايه؟ مفيش قدامنا غير الغسيل، فهنغسله، تمام؟ في عندنا برده ايجنت انديكيشنز ثانيه اللي هي اليوريميك مانيفيستيشنز اللي هي الانكفالوباثي. اليوريا بتروح على البرين تعمل انكفالوباثي، ده لازم اعمله طبعا غسيل. البريكارديتس والبليدنج لانه بوظت لي البليت الفانكشن. ولو برده الشخص معاه بيرزيستنس يو اي تي مانيفيستيشنز زي الانوركسيا والفوميتنج، هعالجها برده بادويه عاديه الاول ميديكال تريتمنت. لو استجابت الحمد لله خير وبركه، ما استجابتش وستيل بقى مضايقه الشخص مش عارف يتعامل بسببها، في الحاله دي محتاج ان انا اعمل له ايه؟ اعمل له دايليسيس. بعد كده في عندنا انديكيشن ثانيه لكنها ريلاتيف، بمعنى ممكن اعملها في شخص ممكن اعملها ما اعملهاش في شخص ثاني عنده نفس الحاجه. ده بيكون على حسب الكونديشن بتاعه البيشنت قدامي عامله ايه. اهمها معانا هي البروجريسيف ازوتيميا وذاوت يوريميك مانيفيستيشن. في عندنا بقى مصطلح مهم، عندنا حاجه اسمها ازوتيميا وعندها حاجه اسمها يوريميا. ازوتيميا الشخص قدامي اسيمتوماتيك زي الفل، معهوش ولا سيمتوم واحد، لكن معاه رينال فانكشنز عاليه، ده اسمها ايه؟ اسمها ازوتيميا، ده اسمه لاب ديفينيشن، تمام؟ اليوريميا بقى لا، الشخص معاه فانكشنز عاليه وكمان معاه سيمتومز، دي بنسميها ايه؟ بنسميها يوريميا. فهو بيقول لي هنا الشخص لو كان معاه ازوتيميا بس الارقام قاعده تعلى تعلى تعلى، حتى لو معهوش سيمتومز اغسله، لان هو ايه؟ مسيره هيجيله سيمتومز، يعني هو ارقام قاعده تعلى تعلى تعلى، فاغسله بقى قبل ما يجيله سيمتومز، تمام؟ او الشخص لو كان معاه بيرزيستنت اوليجوريا، يعني هو اوليجوريك واديت له برده الادويه مفيش فايده، ففي الحاله دي يعمل مستني بقى يحصل له فوليوم اوفرلود، يعني مستني يجيلك برمونر ايديما وتغسله عليها، اغسله من دلوقتي، تمام كده؟ تمام. في انديكيشنز تانيه بقى الدياليسيس، بس الفكره ان احنا قاسمينها لوحدها ليه؟ لانها مش شرط يكون معاها اي كي اي.
الهدف فيها احنا اللي فات ده كله كنا بنعمل ايه، بنعمل إيه غسيل علشان الاي كي اي والميتابولايتس دي نشيلها، لكن الهدف هنا ان انا الكدني ممكن تبقى سليمه جدا ما فيهاش اي كي اي، بس انا عايز اغسل ليه؟ علشان اشيل الماده التوكسيك دي من جسم الانسان لانها بتعمل له حاجات بشعه حرفيا. تمام، اهم الحاجات دي الميثانول، الكحول الاحمر. الميثانول ده لو شخص ما غسلش في اقرب وقت هيجي له اوبتيك نيوروباثي وهيبقى اعمى لبقيه حياته. تمام، فانا هنا بغسله مش عشان الاي كي اي، هو يعني ما عندوش اصلا اي كي اي، لكن انا بغسله علشان اشيل الميثانول الدهيه ده من جسمه. تمام، نفس الفكره برضو ساليسيليت والليثيوم والايثيلين جلايكول والثيوفيلين، دول ادويه وحاجات لازم تتشال من الجسم علشان المخاطر بتاعتها. يعني ايه؟ مش عشان هو عنده اي كي اي، ممكن بالصدفه يكون عنده اي كي اي فانا هغسله عادي، لكن حتى لو ما عندهوش اي كي اي انا هشيلهم من جسمه علشان ما يعملوش الكومبليكيشنز بتاعتهم. تمام، الشخص بقى اللي عنده اي كي اي ده يعني دنيته ايه؟ يعني ربنا يكرمه كده ويروح فين؟ قال لي في بعض الناس بتخف تماما في خلال 7 ايام تدخل في كومبليت ريكفري، تخف تماما في خلال 7 ايام، حلو جدا. لا، ناس تانية تفضل لحد بعد 7 ايام مش خفة، لسه عندها سيمتومز، وفي خلال 3 شهور تبدأ تخف. دول بقى اللي يكملوا بعد 7 ايام ويخفوا في خلال 3 شهور مش بنسميهم اكيوت كيدني انجري، بنسميهم اكيوت كيدني ديزيز. تمام، بس مهم نعرف ان هما بيخفوا قد ايه، في قبل 3 شهور. قبل ايه؟ قبل 3 شهور. تمام كده، فضل بقى شخص تعبان ومريض وكمل معايا لحد بعد 3 شهور، في الحالة دي هو سي كي دي، للأسف طلع اصلا بره فكره الاكيوت خالص، هو معانا كرونيك كيدني ديزيز وهيفضل بقى ماشي متابع معانا على طول. تمام، دلوقتي بقى بنشوف الاوت كامز بتاعه الناس اللي كان عندهم اكيوت كيدني انجري، هل هيبقى عندهم حاجه تانية تجي لهم في حياتهم بعد كده؟ للاسف اه، حتى الناس اللي كانت خفت في خلال 7 ايام اللي هم دول خفوا في خلال 7 ايام وفي كومبليت ريكفري، للاسف برضو ممكن يجي لهم سيكوالي او لونج تيرم كومبليكيشنز، زي ان يبقى معاهم هايبرتنشن، يبقى معاهم كارديو فاسكولار مورتاليتي، او يجي لهم بعد كده سي كي دي، او يجي لهم اتاك اي كي اي تانية، او يجي لهم بروتينوريا عنيفه جدا، معرضين الحاجات دي كلها. طب على حسب ايه؟ على حسب السبب اللي كان عمل لهم اي كي اي في الاول، وعلى حسب الاي كي اي اللي كان معاهم مش ازاي، استجاب للتريتمنت كويس وما كانش كومبليكيتد وكان كويس جدا، الشخص نفسه صحته عامله ايه، هل لما جاله اي كي اي كان يعني بصحته كويس ولا كان عنده حاجات تانية، امراض تانية، معاه هيباتايتس سي، معاه سيروزس، معاه كاردياك ديزيز، مع الحاجات دي كلها بتفرق طبعا في البروجنوز بتاعنا. وبيقول لي برضو ان الاسوأ بروجنوزس هو السيبتيك اي كي اي، السيبتيك اي كي اي دي ليها اسوأ بروجنوزس، وعلشان كده محتاجين نعمل فولو اب محترم للناس دول، حتى اللي حصل لهم ريكفري في خلال 7 ايام محتاجين نعمل لهم فولو اب، لان زي ما احنا شايفين كده مفيش حد هيبقى محمي من اللونج اوت كامز دي. تمام، ممكن يعني عادي ممكن ما تحصلش للناس دي، لكن ممكن تحصل، فعشان كده محتاجين نتابعهم بعد كده على حسب الشخص اللي قدامي هو لو ريسك ولا هاي ريسك. والله لو كان لو ريسك فانا اقول له تيجي يا حاج بعد 3 شهور اتابع معاك، لكن لو هاي ريسك يجي لي في خلال شهر. تمام، اعمل ايه بقى لما يجي لي؟ اقيس الضغط بتاعه، اعمل له اكزامينشن كويس، اعمل له رينال فانكشن تيست، اشوف الوليه بتاعته واخبارها ايه، اشوف الكريات، اشوف والله هل الريسك فاكتورز اللي كانت عنده قبل كده ودخلته في اتاك اي كي اي لسه موجوده ولا لا، اشوف هل عنده اي اعراض جديده ممكن يعني تكون داخل على سي كي دي لا قدر الله او حاجه، اعالج الحاجات دي كلها. تمام، الحمد لله كده خلصنا المحاضره بتاعتنا، يا رب تكون خفيفه ولطيفه وفهمنا الى حد ما الحاجات اللي مهمه اللي فيها. اللهم اننا نستودعك ما قرانا وما حفظنا وما تعلمنا فرده لنا عند حاجتنا اليه.